مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، مساء الخير وأهلا بحضراتكم. في البداية طبعا كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة شهر رمضان المبارك، وإن شاء الله الشهر الكريم يكون كله خير وسعادة على مصر والمصريين وعلى الأمة العربية والإسلامية إن شاء الله. النهاردة بيتجدد لقاءنا مع حضراتكم من خلال الأهلي يحاور، وضيف هذه الحلقة وهذا الحوار هو واحد من أكثر الشخصيات في الوسط الكروي والرياضي في مصر بشكل عام وفي المنطقة العربية أيضا، اللي بيشتغلوا بمنهج وباستراتيجية علمية وأكاديمية. ومعروف عن ضيفنا النهاردة وهذا النجم من نجوم الوسط الكروي والرياضي أنه دائما أبدا مطلع ومتابع لأحدث الأطر والاستراتيجيات التدريبية وكل الوسائل العلمية المتبعة للنهوض بأي قطاع من قطاعات الكرة أو الرياضة بشكل عام، وعلى وجه التحديد ما يتعلق بقطاعات الناشئين والبراعم. معانا النهارده في الاهلي يحاور الدكتور عمرو ابو المجد رئيس قطاع الناشئين في النادي الاهلي، وهيكون حوار مستفيض هنتكلم من خلاله عن استراتيجيه العمل، عن ابرز النتائج والانجازات اللي تحققت منذ بدء تولي مهمته مع مجلس الاداره الحالي بقياده كابتن محمود الخطيب، واللي تحقق خلال هذا الوقت القصير بضعه اشهر تحققت نتائج اكثر من ايجابيه واكثر من رائعه خلالها، هنستعرضها مع حضراتكم مع الدكتور عمرو خلال هذا الحوار. خلونا نبدأ بمجموعة من الأخبار. طبعا الفريق الكرة ونتائجه وأخباره هي الشغل الشاغل للوسط الرياضي والكروي في مصر ولجمهور النادي الأهلي على وجه التحديد. النتائج في الأيام الأخيرة لم تكن على المستوى المرجو والمأمول، في تعثر حصل في أكثر من مباراة في انطلاقتنا الأفريقي المجموعات، وانتهت بالهزيمة بهدفين أمام فريق كامبالا. بالتأكيد مجلس الإدارة بالكوادر المتخصصة في كرة القدم اللي بتملأ المجلس، وفي طبعا مقدمتهم الكابتن والنجم الكبير كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة، مع كل القائمين على الأمور في مجلس الإدارة وفي لجنة الكرة كابتن عبد العزيز عبد الشافي وكل الكوادر الفنية والكروية اللي عندها خبرات، طبعا مطمئنين تماما الى انها خبرات اكثر من كافيه لتصحيح المسار في الفتره الجايه ولعوده الفريق الى النتائج التي تعيد الى المنافسه بقوه في المشوار الافريقي والعوده الى تحقيق حلم الصعود والتاهل الى كاس العالم للانديه. وده مرتبط باول خبر معانا النهارده في هذه الحلقه، انه حاله انعقاد دائم اعلن عن وجودها المسؤولون في لجنه الكره. بعد الاجتماع اللي تم ظهر اليوم أعلنت لجنة الكرة أنها في حالة انعقاد دائم، واستقر الأمر في هذا الاجتماع اللي تم عقده ظهر اليوم على أن يكون المدير الفني القادم للفريق الأول كرة القدم في النادي الأهلي مدير فني أجنبي، خلفا للكابتن حسام البدري اللي وجه له طبعا مجلس الإدارة لما تقدم باستقالته، وقراره النهائي كان عدم الاستمرار في الفترة المقبلة. ومجلس إدارة بالتأكيد بيحترم ويقدر كل الكوادر العاملة في أي قطاع من قطاعات النادي، ودائما أبدا بيوجه لها الشكر والتقدير على قدر الجهود المبذولة، لكن بالتأكيد في أمور كثيرة جدا وأمنيات كثيرة لأعضاء وجماهير النادي الأهلي ملقاة على عاتق مجلس الإدارة الحالي وعلى عاتق لجنة الكرة في النادي للوصول لأفضل أداء ممكن في الفترة الجاية أو الارتفاع تدريجيا، بل ربما بشكل سريع كمان مش تدريجيا بس، لأن الأمور لا تحتمل، أن الوقت ضيق جدا في البطولة الأفريقية من أجل تصحيح المسار واختيار أفضل عنصر أجنبي ممكن يتولى المهمة في الفترة دي ليدخل سريعا في حالة تجانس مع الكوادر الكروية في النادي ومع لاعبي الفريق الأول لعودتهم للشكل المتعارف عليه واللي احنا دائما أبدا عارفينه عن نجوم ولاعبي النادي الأهلي. في هذا الإطار أعلنت لجنة الكرة برئاسة الكابتن محمود الخطيب بعد هذا الاجتماع أن القرار النهائي هيكون مدير فني أجنبي للفريق الأول، وأكدت اللجنة الانعقاد مستمرة لحين الانتهاء من كافة الأمور والتفاصيل الإدارية والفنية الخاصة بقطاع الكرة بالكامل، مش بس الأمور الخاصة باسم واختيار والتعاقد مع أو تفاصيل التعاقد مع الخبير أو المدير الفني الأجنبي اللي هيتولى مهمة المدير الفني في الفترة المقبلة. أيضا النادي الأهلي مدعو للمشاركة في ورشة عمل ينظمها الاتحاد الدولي لفض المنازعات المحلية. مجلس الإدارة اختار برئاسة طبعا كابتن محمود الخطيب، كلفه المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة بحضور ورشة العمل اللي بينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم والخاصة بفض المنازعات المحلية، وده في فترة 30 من مايو حتى 2 من يونيو واللي هتقام في إحدى الدول الأفريقية. وتلقى نقل بدوره هذه التوصية أو هذا الخطاب الاتحاد المصري لكرة القدم بعد ما تلقى هذا التكليف أو هذه الدعوة من نظيره الاتحاد الدولي لكرة القدم، ووجه هذه الدعوة للنادي الأهلي لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لاختيار من يمثل النادي الأهلي في هذه الورشة. الحديث أيضا عن استعدادات النادي الأهلي في كافة الفروع على قدم وساق، بيجري العمل خلال الأيام الماضية ومستمر لاستقبال شهر رمضان المبارك. تصريحات كثيرة جدا أدلى بها اللواء محمود الفشاوي مدير فرع الشيخ زايد عن كل ما يتعلق بالاستعداد لتقديم أفضل خدمات ممكنة للأعضاء،
كل الكوادر العاملة في الإدارات المختلفة في فرع الأهلي في الشيخ زايد اتفقوا ووضعوا الرؤية الخاصة باستقبال شهر رمضان وخيمة الأهلي في رمضان في الشيخ زايد تحديدا، وكل ما يقدم فيها من خدمات ومن أنشطة فنية وثقافية، فضلا عن الاتفاق مع عدد من الشركات المنتجة للأغذية والمشروبات اللي تقدمت بعروضها لتتنافس على التواجد داخل خيمة النادي الأهلي خلال شهر رمضان المبارك، ووضع كل التفاصيل الخاصة بالشكل والمضمون والخدمات المقدمة وشكل هذه الخيمة من الناحية الإنشائية أو الهندسية إلى آخر ما يمكن أن يقدم أفضل خدمات ممكنة، وأيضا وقت ممتع للأسر من أعضاء وعضوات النادي الأهلي. خلونا نتوقف مع هذا التقرير، لقاء مع محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، وأيضا الأستاذ محمد مرجان في هذا التقرير يتحدث عن هذه المرحلة، وأيضا الأستاذ خالد مرسي مدير فرع الجزيرة. اهلا وسهلا بيكم طبعا قناه الاهلي وبيتكم في النادي الاهلي. اولا بحب اقول كل سنه وانتم طيبين لاعضاء النادي الاهلي، عائله النادي الاهلي، اعضاء الجمعيه العموميه، العاملين بالنادي الاهلي والموظفين والساده المديرين، كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم، وان شاء الله يبقى يعني الشهر رمضان ده شهر البركه وشهر بنحب فيه كلنا اللي احنا نكون متجمعين بشكل طيب. النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله بيستعد بفروع على مستوى الفروع الثلاثه لاستقبال اعضائه، ويكون في الجو الرمضاني اللي الناس بتحبه ان شاء الله باذن الله. بنحاول نحييه بشكل كويس سواء في مدينه نصر او في الجزيره او في الشيخ زايد. يمكن الشيخ زايد ان شاء الله باذن الله مجلس الاداره احنا اعتمدنا مجموعه من القرارات لصالح الجمعيه العموميه وصالح الاعضاء في الثلاث فروع، على مستوى الثلاث فروع، بحيث يبقى في رمضان الناس تقضيه معانا في النادي، وخصوصا اولادين وشبابنا اللي هم ما يخرجوش بره النادي وموجودين معانا. ان شاء الله في دوره رمضانيه بتتعمل بشكل كويس باذن الله تحت مسمى عائلة الأهلي، ودي كان الغرض منها اللي يبقى فيه اندماج بين الأعمار السنية المختلفة، لكن هتتعمل بشكل كويس إن شاء الله وتنجح، وفي إقبال عليها يعني الحمد لله، فلسه مبلغني دلوقتي في إقبال عليها بشكل جيد جدا. على مستوى بقى الخدمة للأعضاء يعني إن شاء الله هيبقى فيه سهرات رمضانية معانا، وزي ما هم الأعضاء بتوعنا متعودين دايما. أنا أتمنى إن شاء الله يكون شهر رمضان يعني شهر كريم على أعضاء النادي الأهلي كلهم وعلى النشاط الرياضي وفرق النشاط الرياضي، وبإذن الله إحنا موجودين والإدارة التنفيذية موجودة ومكتبها مفتوحة 24 ساعة. وأحب طبعا في الشهر دوت بوجه يعني خالص تحياتي وخالص شكري للعاملين في النادي والموظفين في النادي والإدارة اللي بتشتغل معانا، فريق العمل اللي موجود، لأن الفترة اللي فاتت يمكن عملوا مجهود قوي وملموس جدا بالنسبة لأعضاء النادي الأهلي. لو في تقصير أكيد الناس بتحاول تقدم أفضل ما عندها، فاتمنى اللي في لو في اي حد عنده اي ملاحظ او اي حاجه وبيحب يشارك معانا، لان في الاول في الاخر زي ما احنا قلنا بنشتغل تحت شعار واحد عائله النادي الاهلي، فاحنا موجودين. قدم الاقتراح اللي انت عايزه في اي وقت، المكاتب مفتوحه على مدار ال 24 ساعه، ومتهيألي الاعضاء حاسه بكده سواء في مدينه نصر او في الجزيره او شيخ زايد، وتلاقي ان شاء الله باذن الله في تلبيه طالما هو في القدره الشخصيه وطالما ملتزمين باللوائح وطالما هو اقتراح بيعرض على مجلس إدارة وبيعرض على مكتب التنفيذي وبيلاقي القبول الجيد، أكيد هتلاقينا كلنا بنتعاون مع الأعضاء بتوعنا، لأن في الأول في الآخر برضو هرجع أقول وركز كويس قوي إحنا شغالين كلنا تحت شعار عائلة الله وكل سنة طيبين. طبعا أنت عارف شهر رمضان ده ليه يعني طقوس معينة طول عمرنا في مصر. إحنا طبعا بنستقبل شهر رمضان بصلاة، طبعا في صلاة تراويح معمولة في الجامعين اللي عندنا في المقر بشيوخ الناس كلها طلباها، وإن شاء الله بأمر الله في بطولة دورة رمضانية معمولة لأعضاء النادي لجميع الأعمار، أول عمر 2007 و2008 لغاية فوق السن، وطبعا هي بتتقسم عشان الأعمار تلعب متناسقة مع بعضها. في احتفالات عاملينه في أرجاء النادي، في تخت شرقي هيشتغل كل يوم في النادي بالليل، في بعض المنافذ عندنا أنا بشكرهم طبعا بالمناسبة عاملين وجبات إفطار ووجبات سحور، دي هتتعمل إن شاء الله يوميا بأسعار مميزة جدا للعضو غير الأسعار اللي هو شغال بها أصلا، عاملين خصم خاص لأعضاء النادي الأهلي خلال شهر رمضان. آه
زي ما اكدنا لحضراتكم والتقرير اللي شفناه والنشاط الجاري العمل عليه من اجل استقبال شهر رمضان على كافه المستويات رياضيا وثقافيا وفنيا وخدميا من داخل اهل الجزيره، بيرجعنا كمان للخبر اللي بدانا به هذا اللقاء مع حضراتكم انه تم العمل اعتمادا على عدد من الكوادر استعدادا لشهر رمضان، تم التنسيق بينها وبين اللواء محمود الفشاوي مدير فرع الاهلي في الشيخ زايد، المهندس اسلام حسام مدير الاداره الهندسيه في فرع الشيخ زايد، والأستاذ نوبي أبو زيد مدير الخدمات، وكل القائمين على الترتيبات الخاصة بأفضل خدمة يمكن أن تقدم للأعضاء فيما يتعلق بالأنشطة الفنية، البرامج الفنية والثقافية والأغذية ووجبات السحور، وأيضا النشاط الديني اللي دائما أبدا بيكون له اهتمام بمساحة خاصة جدا في شهر رمضان المبارك. أنه كمان في تأكيدات من مدير فرع الشيخ زايد أنه تم الاتفاق بشكل نهائي مع أحد الأئمة الدعاء المتخصصين التابعين للأزهر الشريف لأداء صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك، وأيضا لتقديم إلقاء خطبة الجمعة، فضلا عن بعض الفقرات الفنية الخاصة اللي هتقدم والثقافية اللي تقدم خلال أيام الويك أند أو أيام الأجازة في نهاية كل أسبوع وتحديدا أيام الخميس والسبت. هنرجع لكرة القدم وهنتكلم عن مستقبل النادي الأهلي من خلال أسئلة كثيرة بنطرحها النهاردة في حوارنا مع الدكتور عمرو أبو المجد، مستقبل النادي الأهلي، قطاعات البراعم والناشئين ومدى إمكانية الاعتماد عليها في الفترة الجاية. حضراتكم تابعين قد إيه كم المبالغ اللي بتدفع حاليا في صفقات انتقال اللاعبين حتى على المستوى المحلي وفي الصفقات المحلية داخل مصر والانتقال من نادي إلى آخر، الأرقام بقت ضخمة جدا وبالتأكيد بتمثل عبء لخزانة أي نادي، خاصة لما يكون النادي ده زي النادي الأهلي دائما أبدا عنده طموح الفوز بكل بطولة وكل منافسة ياخدها ودايما حريص على إيجاد أفضل العناصر وأفضل اللاعبين على كافة المستويات وفي كافة المراكز في فريقه. بالتأكيد مجلس الإدارة بيدي الثقة لكل القائمين على أي قطاع من قطاعات النادي، كل التنفيذيين دائما أبدا سياسات واستراتيجية عمل مجلس الإدارة الحالي بقيادة الكابتن الخطيب إعطاء الصلاحيات ومنح الصلاحيات كاملة، وده اللي تم في الفترة اللي فاتت مع الكابتن حسام البدري، وتمت الاستجابة لكافة مطالبه ورؤاه الفنية بعد اجتماعات لجنة الكرة مع طبعا اللي كانت بتضم الكابتن حسام البدري لوضع رؤيته أو تحديد مطالبه لمجلس الإدارة باللاعبين القادمين أو اللي شايف إنه في فترة مؤقتة ممكن ما يكونوش موجودين مع الفريق لعدم حاجته ليهم فنيا سواء في الارتباطات المحلية أو الدولية، وبالتالي الجهاز الفني طبعا بيجد استجابة كاملة من مجلس الإدارة ودعم كامل سواء بدعم الفريق بصفقات، شفنا الأرقام طبعا اللي أنفقت في الفترة اللي فاتت استجابة لمطالب الجهاز الفني وإيجاد أفضل العناصر اللي بيحددها وبيشوف أنها ممكن تضيف للفريق، أو بتوفير المناخ اللي بيطلبه المدير الفني كابتن حسام البدري بانتقال عدد من اللاعبين على سبيل البيع بشكل نهائي أو الإعارة إلى أي نادي آخر داخل أو خارج مصر، ولكن بالتأكيد المجلس هتكون لوقفة جادة جدا وحازمة مع كرة القدم في هذا التوقيت للعودة بأفضل سيناريو ممكن وبأسرع وقت ممكن للنتائج على كافة المستويات المحلية والأفريقية وتوفير أفضل شكل من التناغم بين المدير الفني اللي هيتم اختياره والتعاقد معاه في الفترة الجاية واللي أعلن مجلس الإدارة وأعلنت لجنة الكورة أنه هيكون مدير فني أجنبي مع مجموعة اللاعبين الحاليين والجهاز الذي سيتم تكليفه ليكمل المهمة كجهاز معاون للمدير الفني الأجنبي، إن شاء الله تسير الأمور بالشكل الأمثل وإحنا على ثقة كاملة أن مجلس الإدارة ولجنة الكرة قادرة على تصحيح المسار بأسرع شكل ممكن. وده هيكون من الامور بالتاكيد اللي هنتطرق لها النهارده بجانب حديثنا عن امور كثيره جدا تتعلق بمنظومه عمل الناشئين وتطوير قطاعات البراعم والناشئين في النادي الاهلي وتاثيراتها المستقبليه على ابقاء الاهلي دائما ابدا في الصداره محليا وقاريا وعلى المستوى العربي وفي اي مناسبه دوليه يشارك فيها في حالات الوصول والصعود او التاهل لكاس العالم للانديه. خلونا نتوقف مع حضراتكم مع فاصل قصير ونعود لاستقبال ضيفنا النهارده في الاهلي يحاور رئيس قطاع الناشئين في النادي الأهلي الدكتور عمرو أبو المجد. عمرو أبو المجد اسم كبير في عالم كرة القدم، أكاديمي من الطراز الفريد، لم يتعامل يوما مع ساحرة المستديرة بمبدأ الفهلوة، علاقته بالرياضة تعتمد على العلم والتطبيق العملي، فصنع لنفسه تاريخا منفردا. هو أحد القلائل المتخصصين في كرة القدم كأستاذ التربية الرياضية وفي نفس الوقت كمدرب كبير، خاض الكثير من التجارب الفريدة وحقق الكثير من الإنجازات والألقاب.
صدر للدكتور عمرو أبو المجد الكثير من الكتب المهمة التي ساهمت في تعليم وتثقيف مدربي كرة القدم في مصر والعالم العربي. تولى عمرو أبو المجد مسؤولية الإشراف على مدرسة الكرة بالأهلي وقطاع الناشئين على فترات مختلفة، ساهم خلالها في اكتشاف العديد من النجوم والمواهب الفذة. دائما ما يسعى أبو المجد نحو اكتشاف المواهب، وقد بذل جهدا كبيرا في الموسم المنقضي. يعد أبو المجد واحدا من المقربين من الراحل الكبير عبد صالح الوحش، عاصر أجيالا مختلفة بالأهلي، ارتبط بذكريات جميلة مع رموز كبار. أبو المجد يتحدث معنا اليوم عن قطاع الناشئين بالأهلي، عن النجوم الصغار والمواهب الشابة، عن ذكرياته القديمة ورأيه في مستوى المدربين بالكرة المصرية مع الدكتور والأستاذ في الأهلي يحاور. دكتور عمرو أبو المجد رئيس قطاع الناشئين في النادي الأهلي، في البداية برحب بحضرتك، وقبل كل شيء كل سنة وحضرتك طيب بمناسبة شهر رمضان. كل سنة طيب، وأهلا بيك وأهلا بالسادة المشاهدين. سعداء بوجود حضرتك معنا النهاردة. على أسعد الله. بداية مبروك النتائج اللي اتحققت فترة قصيرة جدا تقدر ببضعة أشهر بعد أن تولى مجلس الإدارة الحالي بقيادة كابتن خطيب، وتم تكليف حضرتك بالمهمة، وأعتقد دي رابع ولاية للدكتور عمرو مع قطاع الناشئين. بالضبط كده. النتائج ماشية بشكل مرضي لحضرتك وللقائمين على القطاع حتى الآن؟ والله النتائج مفاجأة. أنت عارف أنا لما جيت، أنا جيت يمكن في عهد المجلس السابق بقيادة الأستاذ محمود طاهر، ولجنة الكرة الأستاذ محمود طاهر والكابتن طه اسماعيل والكابتن أنور سلامة، فكلفت بالعمل وحطينا استراتيجية. أي حاجة بنمسكها بنحطينا استراتيجية، ندرس الوضع الراهن وبنحط سنة سنتين ثلاثة. أنا حطيت سنتين للنادي الأهلي. يمكن السنة الأولى اشتغلنا على محاور كثيرة وإعادة ترتيب البيت من الداخل أولا، ودي ليها أكثر من محور، يمكن محور فني ومحور إداري عدوس. والحمد لله حطينا خطة كاملة لما سنفعله خلال السنة الكاملة، وقدرنا نحقق أكثر من 95% من الاستراتيجية. بمعنى ايه دكتور عمرو؟ ممكن بعض المشاهدين هما بيسمعوا حضرتك دلوقتي يقولوا يعني ايه ترتيب البيت من الداخل؟ يعني دكتور عمرو لما تولى المهمة في اي مرحلة بيبدأ فيها خطة عمل جديدة مع القطاع، او بيكلف من جديد، او بتجدد فيه الثقة لرئاسة القطاع، ما هي عملية ترتيب البيت من الداخل؟ معناها ايه؟ يعني احنا جينا لقينا مثلا الملاعب، الملاعب مش مظبوطة، الملاعب يعني ترابية، كان اخر الموسم، فالحمد لله نجحنا ان احنا نظبط الملاعب كلها ونحط جداول للفرق، ما كانش موجود جداول، وخصصنا ملعب للمباريات فقط. النهارده الموسم انتهى، تعال اتفرج على الملاعب اكانها بدايه الموسم. الاستراحه مثلا، الاستراحه كان فيها عدد كبير من اللعيبه وفيهم عدد كبير يعني ملوش لازمه بالعربي كده، للعناصر المعتمد عليها في القطاع. لا لا لا، وكان ما فيش لائحه جوه، وكان اي حد ممكن يدخل، وكانت مهمله شويه، والاكل كانش مناسب، والمطعم يعني ظبطت كل ده. تعال تشوف دلوقتي الاستراحه بقى فيها نص العدد، لان ما دخلهاش الا اللعيب اللي هو بيلعب اساسي فرقته. الوجبات اتظبطت، في اشراف كامل، غيرنا 5 اداريين، يعني اصبح في مساحه كبيره، في اماكن متسعه لاي وافد جديد على القطاع ممكن يكون له دور مهم، وفي مكان للمذاكره، وفي دروس خصوصيه، وفي امور كثير. الجيم مثلا ابتدينا نستخدم الجيم في التدريبات الفرديه، ابتدينا نجيب مخطط احمال الدكتور الدكروري، وده رئيس قسم في جامعه المنيا كليه التربيه الرياضيه. هذا الرجل راجل مخلص وراجل فاهم كويس جدا، وقدر ان هو يطور في حته القوه بالنسبه للمدربين وبالنسبه للاعبين، واصبح لاعب النادي الاهلي دلوقتي بيدخل الجيم بشكل يعني شبه اقول لك كل يومين ثلاثه تلاقي فرقه او تلاقي لاعب في الجيم. اصبحت تدريبات القوى البدنيه دي جزء كبير من عمليه التدريب. عملنا اختبارات وقياسات للاعيبه في بدايه الموسم وفي نهايه الموسم. طب
عفوا وحضرتك دكتور عمرو دلوقتي قلت في اماكن للدروس والاستعدادات اللي هي الدراسيه والمذاكره، هل ده بيبقى مخصص للاعب مغترب قادم من اي مكان من الاقاليم ولا عشان في فترات بتحتاجوا فيها الاولاد يبقوا موجودين بشكل دائم؟ دول للصراحه الدروس الخصوصيه خاصه للمقيم في الاستراحه، للاعيبه الاستراحه. وبعدين اللاعيبه الاستراحه على فكره الاستراحه دي خرجت ابطال يعني خرجت حسام غالي وخرجت اسامه حسني وخرجت اعداد كثيره جدا من النجوم اللي لعبوا في النادي الاهلي. فانا بعتبر الاستراحه هي فيها حوالي 44 لاعب السنه دي، كان السنه اللي فاتت 86. انا بقول ان دول هم ذخيره النادي الاهلي في المستقبل، ولذلك هم بيعيشوا عيشه احترافيه من ناحيه التغذيه، من ناحيه النوم، من ناحيه المذاكره، من ناحيه الدروس الخصوصيه، من ناحيه المحاضرات. ده يقدر يخلي اللاعب يوفق طبعاً وقته بشكل جيد بين حياته الدراسيه والكروية. طبعا لان الاولاد دول امانه في ايدينا، اهاليهم سايبينهم، فاحنا المتولين كل هذه الامور. ده بقى اللي سايب اسرته وقادم من مكان بعيد ومقيم من خاصه في من الاقاليم، يعني الصراحه للاعبي الاقاليم. فدول بنعمل معاهم مجهود جامد جدا، وفي نظام وفي لائحه داخليه داخل الصراحه، هذه اللائحه بتطبق عليهم بحيث النادي مستواهم بيزيد يوم بعد يوم، وان شاء الله في الفتره الجايه هيبقى في تطوير اكتر واكتر. ايضا طبعا في حاجات كتير جدا خاصه بالتثقيف المدربين، يعني انا بعتبر ان المدرب هو حجر الزاويه في تقدم اي فرقه. وحضرتك كمان ما شاء الله من الكوادر المتعارف على انها بتتبع احدث الاساليب الاكاديميه والعلميه في مصر وفي العالم العربي، وزي ما التقرير قال لحضرتك لك اكثر من مؤلف مؤثر جدا في اعداد وتحضير المدربين. لله. ده اكيد له انعكاسه على الفريق اللي بيشتغل مع حضرتك دلوقتي. اكيد. شوف قبل ده كله يعني الصوره اللي قدامنا دي تلاقي الجهاز كله موجود في مباراه 2002. يعني الحمد لله احنا نجحنا ان احنا نعيد الصور اللي حضرتك بتتكلم عنها اللي شايفها شايفها على الشاشه، نعيد الروح والألفة والمحبة والوئام بين اللعيبة وبين الأجهزة، بحيث أن كل مباراة في المباريات دي بتلاقي الجهاز كله كامل، العمال كلها، اللعيبة كلها، لعيبة الفرق الأخرى، وده منظر يعني يدرس. هذا المنظر يعني قلما تجده في أي نادي آخر. لو وصلت للنقطة دي ثق أن أي حاجة بعد كده هتيجي سهلة، اي حاجه هتستوعبها. هل المشهد ده الصوره دي بتجمع الفريق مواليد 2002 مع كل العاملين في قطاع الناشئين؟ هذه الصوره هي نهائي مباراه الزمالك والاهلي في بطوله 2002 اللي اتلعبت من ثلاث ايام، وفاز بيها النادي الاهلي وفاز بالبطوله. وشوف الاولاد فرحانين ازاي وبيعبروا عن شعورهم، هم والجهاز بتاعهم والاجهزه الاخرى والعمال وكل الدنيا كلها كانت فرحانه بهذا اليوم. وهنا شوف رافعين مدربهم برضو تامر حفني اللي نجح نجاح كبير جدا، وقبليه يمكن كابتن سامر كان ماسك وجاله عقد في السعوديه فسمحنا له ان هو يسافر. فانا بقول لك في ظل هذه الروح تقدر تعمل اي حاجه. عظيم. مع مؤازره بقى مجلس الاداره، مع مؤازره لجنه الكوره، كابتن محمود الخطيب، كابتن عبد العزيز، كابتن علاء، الحقيقه يعني ما بيبخلوش باي حاجه على يا ريت ناخد بعض الامثله من حضرتك، بدايات الاجتماعات، اول اجتماعات لرئيس لقطاع الناشئين مع اعضاء مجلس الاداره واعضاء لجنه الكره بقياده الكابتن محمود الخطيب، الرسائل المتبادله من حضرتك للمسؤولين في المجلس وفي اللجنه ومنهم الى الدكتور عمرو ابو المجد، وايه الاستراتيجيه اللي توافقتوا على انها الافضل بل والضروريه للنادي الاهلي في الفتره الجايه؟ هو احنا لما حطينا الاستراتيجيه الاولانيه وتوافق عليها المجلس السابق، جه المجلس الجديد عمل معانا اجتماع لجنه الكوره، عرضنا عليهم الاستراتيجيه وكنا لعبنا حوالي ثلث الموسم. عرضت الاستراتيجيه مره اخرى وعرضت ما تم انجازه في هذا التوقيت وما سيتم انجازه خلال الاشهر الباقيه. ووضحت للجنه ايه النقاط الخاصه بالاستراتيجيه وازاي احنا ماشيين، وتفاهمنا على نقاط. ثم النادي الاهلي دايما بيترك الجهاز ليعمل دون اي تدخلات، فاحنا اشتغلنا الفتره اللي فاتت كلها. كان الكابتن عبد العزيز بقى عينة كمدير رياضي للنادي، كل شيء بقى فيه تفاهم مع الكابتن عبد العزيز، سهل لنا حاجات كتير جدا للقطاع، واي امر من الامور كنا بنطلبه كان الحقيقه بيخلصه على طول. ثم جت نهايه الموسم قبل الماتش بتاع 2002 بحوالي 3 ايام،
واجتمعنا مع لجنة الكرة مرة تانية. يمكن كانت ظروف الكابتن محمود الخطيب في العملية اللي عملها دي بعدته عن مصر شوية، فأول ما جه الحقيقة أول حاجة عملها إنه اجتمع معانا مرة تانية وشاف بقى الفرق بين الاجتماع الأول والاجتماع الثاني، والنتائج دي على فكرة ما كانتش موجودة في الاستراتيجية. احنا قلنا السنة دي هنرتب وهنعمل والملاعب والحاجات اللي قلت لحضرتك عليها، ثم السنة الجاية نبدأ نحصد النتائج. نتيجة بقى للالتزام واحنا بنسمع حضرتك، احنا قدامنا على الشاشة اللي هي العناوين والنقاط المحددة في استراتيجية العمل في قطاع الناشئين، يا ريت حضرتك تقول لنا بعض الأمثلة أو بعض البنود اللي حضرتك كنت حريص على وضعها واللي هتكون أو كانت بالفعل أساس للعمل منذ اليوم الأول. بص يا سيدي، اللي قدام حضرتك ده من ضمن الاستراتيجية إن احنا بعد الموسم بنختار اللعيبة المميزين في كل فريق. فالحقيقة اخترنا للفرق كلها، ثم اخترنا للمدرسة وحطينا كل واحد في مركزه، ومن السنة الجاية هتبدأ الاستراتيجية الجديدة اللي هي اختيار جهاز تدريب فردي. التدريب الفردي مش موجود في أي نادي، ودايما بتلاقي المدرب بياخد اللعيبة ويعمل لها تدريب فردي على جنب، لا ما ينفعش. ان شاء الله اللعيبه هتتمرن مع فرقته عادي جدا، ثم المميزين منهم هناخدهم بالمرتين لثلاث مرات في الاسبوع مع جهاز تدريب او دي الموهوبين. حضرتك شايف في الخانه الاولى التدريب الفردي وازاي ان احنا تكوين منتخبات من الأعمار القريبة، تقسيم اللاعبين إلى فئات ألف وبه وجيم وندوات واحتياجات الفريق الأول، وأول بند عندنا في الجدول اختيار جهاز تدريبي كفء للتدريب الفردي للفرق. نبدأ كده بالأول اختيار تدريب جهاز تدريبي فردي. هذا الجهاز مكلف بعمل التدريب الفردي، بيصلح أخطاء، بيزود لعيب عنده مهارة ناقصة، ما بيشوطش برجله الشمال، ما بيلعبش هيدز كويس، في الهيدز مثلا بينط ال 185 سنتي لا نخليه 190. كل الحاجات دي صدقني لو اتعملت فرديا ثم رجع اللعيب تاني للفرقه بتاعته عشان ايه هتفرق معاه. دي بقى فرق الافضل العناصر جدا. العناصر اللي حضراتكم بتشوفوا ان عندهم البوتنشال لانهم يبقوا مميزين جدا بعد كده، اللي عندهم فارق يعني نوعي. بعد ما هنقول دي في صوت موجوده للعناصر دي بمراكزها، ثم تكوين منتخبات للموهوبين. يعني النادي الاهلي لازم العناصر القريبه من بعض يعمل منتخب، والعناصر القريبه في السن الصغير يعمل منتخب، وهذا المنتخب يلعب في الاقاليم يبقى ليه اهداف كثيره، منه احتكاك ومنه تجانس ومنه استجلاب اي لعيبه من الفرق الاخرى المميزه اللي نقدر ناخدها. ثم بعد كده انت عندك الهدف من التدريب القطاعي اللي كان بتسد الثغرات في الفريق الاول اول حاجه، ثم بعد كده في لعيبه عايزه تحترف، ثم بعد كده انت عايز تبيع. ادي اللعيب المميزين، كل لون من ده فرقه معينه، مرحله عمريه، مرحله يعني الاحمر مثلا تلاقيه 2001، الابيض تلاقيه مش عارف 2000 وهكذا. الاولاد دول شوف مراكزهم، كل واحد في مركزه. هنا كمان في حاجه مهمه جدا، انك ممكن تلاقي لاعب في مركز معين في عدد كبير من اللعيبه معاه وهو لعيب كويس قوي، ممكن مستقبلا تاخد اللعيبه الثانيه وده يبقى زياده. لا ده انا اوجهه المركز من دلوقتي، المركز فاضي في الفريق الاول من هذا السن ومرنه عليه 4-5 سنين اذا كان سنه صغير، بحيث انه بعد كده يقدر يكمل. هنا ازاي الدراسه تبقى فيها رؤيه مستقبليه، نطلع عناصر متميزه في كل المراكز. بالظبط كده، يجي في وقت الاوقات قادر يمد الفريق الاول بعناصر كل العناصر في 10 مراكز في الملعب او 11 مركز. دي من اعمار 13 ل 18 سنه. يمكن الصوره اللي فاتت كانت للفرق، دي للولاد اللي هم من 13 ل 18 سنه. على فكره الاسماء دي بتتغير تباعا، يعني لما جينا عملناها في اول السنه الوقت فيه اضافات، لما تيجي السنه الجايه ممكن تضاف ناس، ممكن تشيل ناس، ده طبقا لمرحله النمو اللي الولد بينمو فيها، ممكن التغيرات الفسيولوجيه اللي بتطرأ عليه. لعيب صغير انت ما خدتوش عشان لسه صغير، السنه الجايه تلاقيه جسمه كبر مع نفس المهاره، ابتدى يتخطى لعيب كبير، بيبقى موهوب بس لسه نموه البدني اتاخر شويه عن اطرافه. بالظبط كده. ممكن لعيب موهوب تلاقيه في الملعب الصغير 10-10، يجي في الملعب الكبير مش كويس، والعكس صحيح، تلاقي لعيب عنده استعدادات كويسه في السن الصغير ومش بس مش قادر
يجاري في الملعب الصغير، اول ما يجي الملعب الكبير تلاقيه اختلف تماما. فاذا احنا بنواجه كل هذه التغيرات في القطاع، وان شاء الله من السنه الجايه هنبدا في هذا. طيب دكتور عمرو، كلام حضرتك يخلينا بصراحه نسال سؤال، وحضرتك تقول لنا ده ممكن ولا ده مش كلام علمي خالص. الجمهور مع ارتباطات، كثره ارتباطات النادي الاهلي وبورصه انتقالات اللاعبين والاحتراف داخل مصر او خارج مصر والاعارات الى اخر هذه الامور، احيانا بيلاقي الجمهور ان عنده امل في فريق صاعد 18 و20 سنه انه هيلاقي مجموعه نجوم بيشوفهم قريب من الفريق مع الفريق الاول ومؤثرين، واحيانا بنلاقي اجيال لما بتوصل الفريق الاول بنلاقي عنصر او اثنين بس اللي صعدوا وخدوا فرصه حقيقيه، الباقي ما كانوش على قدر الارتباطات. يعني هل سياسه العمل دي ممكن تخلي في نسبه اكبر او اعداد اكبر بنشوفها وتبقى نجوم مؤثرة مع النادي الأهلي في الفترة الجاية؟ شوف، وفي نقطة مهمة جدا للاعب اللي جاي من الأقاليم، بتلاقيه عنده المهارة وزائسته مجرد كده 10 على 10، لما بيجي يقعد وبيجي ينبهر بقى بالقاهرة وينبهر بالخروج ويكبر شوية وكده، بتلاقي ممكن جزء كبير من اللاعبين بتتأثر بهذا وبالتالي ما بتكملش. ولذلك في الاستراتيجيه اللي موجوده ان احنا بنربي الشبل المحترف، كيف نصنع شبل محترف للنادي الاهلي. ففي السياسه الجديده هنبدا نعد نفسي، نبدا نعلمه لغه، نبدا نديله امور ثقافيه، محاضرات ثقافيه لكثير من المحاضرين، نبدا نبعته في حتت في القاهره هنا يزود من ثقافته، نبدا نعلمه الاتيكيت في كل الامور، بحيث لما هذا اللاعب يتعرض لاي امر من الامور تقدر تلاقيه بيتصرف وبيقدر يحل، زي يواجه الصحافه، زي يواجه صحفي، زي يواجه خبر عليه، يمكن وهو جاي متضايق بالبلد يجي له خبر تلاقيه ما لعبش الماتش. مين بقى اللي يفكه؟ مين اللي يعده نفسي؟ مين اللي يجهزه؟ مين؟ دي نقطة ناقصة في مصر هنا وفي الفرق الصغيرة بالذات. ممكن عامل مؤثر صغير يخسرك مباراة وانت ما تعرفش، او ما يخليناش نستفيد بلاعب متميز جدا في يبطل اللاعب هذا اللاعب. ولذلك فان في السن الصغير ده من اعداد اللاعب، الاعداد النفسي والثقافي بشكل جيد جدا. وعملية التسويق بعد كده يمكن في الاستراتيجية، ان الاولاد الصغيرين عايزين نعمل اداره صغيره، اداره تسويق، نستفيد من قناه الاهلي، نستفيد من مجله الاهلي، نستفيد من كل حاجه، بان احنا نعمل للولد فايل، وابتدينا في الوقت بنشتغل فيه فايل ليه، سي دي واخد حياته كلها، اللقطات بتاعته، المباريات اللي بتسجلها قناه الاهلي نبدا ناخد عندنا منها. عناصر مبشره ممكن تدخل للاحتراف الاوروبي في مرحله مبكره زي عدد من اللاعبين الافارقه؟ طبعا، لو عديت كده، لو قعدت كده 3 سنين 4 سنين ممكن تبقى احسن من كده كتير. في فرصه جيده تسويقيا جدا للاعبين دول. عندك اللعيب المصري من اذكى لعيبه في، اقول لك فين، في العالم، بس تقدر تعده اعداد جيد. تعده ازاي؟ لازم المدرب يعد. مين المدرب؟ ولذلك انا برضه في الدوله الاستراتيجيه لازم استجلاب عدد من المدربين. احنا عندنا مدربين كويسين جدا، يعني عندنا الفرق اللي كسبت، الكابتن احمد سراج مسك ال 2000، شرف مسك ال 2001 كسب ال 2001، تامر حفني ال 2002، الثلاث مدربين دول عناصر جيده عدة أثقلت ممكن يوصلوا إلى مرحلة العالم. برفع كفاءتهم التدريبية بقى، الدورات العلمية والتخصص، الدورات والسفر، يحضر دورات برا، معايشة، يبدأ يحتك هنا وهنا ويحضر هنا ويعمل دورات ثقافية، ممكن يبقى حاجة تانية. يعني هنا كمان خلال شغل حضرتك بتعمل عملية تقييم كمان للكوادر الأكثر تمييزا بين المدربين في القطاع طبعًا، اللي هي مؤهلة إنها يبقى لها شأن كبير في عالم التدريب مستقبلا. طبعا، وبنعمل محاضرات ثقافية وبنتناقش فيها ومناقشات قوية جدا. ده في حاجة جميل كمان، قبل أي ماتش صعب زي ماتش أهلي، ماتش زمالك، أهلي وزمالك، الماتشات دي إحنا بنقعد مع المدربين، وبيجي المدرب وبيقول هلعب ازاي وهعمل ازاي، وبنتناقش، وفي الاخر الراي للمدير الفني،
يعني انا بقول لك الراي ليك انت، لازم يبقى لك شخصيتك من دلوقتي، انت تاخد راي، تاخد راي الكابتن خالد جدالله، تاخد راي مش عارف مين، واحنا قاعدين سيمينار صغير، لكن القرار النهائي لك، القرار النهائي ليك انت، تاخد الكلام ده بتروح تبلوره وبتاع بتاع، ما بتفرضش عليهم رؤيتك. لا 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 ما بفرضش، بس بقول له اللي انا شايفه، اللي شايفه ممكن اقوله له حتى بعنف شويه، لكن في الاخر هو القرار بتاعه. ويمكن فادت في الماتشات الاخيره خصوصا مع سراج ومع تامر في بعض، استعانوا ببعض النقاط اللي حضرتك، استعانوا ببعض النقاط بالجانب، بالاضافه ان هم لهم تفكير عالي جدا برضو، قدروا ان هم لكن حضرتك بتؤكد او بتضع قاعده بتتماشى مع سياسه عمل النادي الاهلي ومنهجه دايما من مجلس الاداره مع اي مسؤول تنفيذي في النادي، حضرتك بتقول مهما كنت على يقين ان رايك الفني سليم لا تفرضه كتكليف لا على لا لا يمكن لا يمكن، بتترك له حريه الاختيار حتى لو الاختيار. لو لفت نظره بشده للامر ده بشده، هو اي مدرب لما بيجي يقعد ويتناقش ساعات بيبقى له راي صلب شويه، لكن لما بتفكه وتدي له المعطيات والدليل والحاجات دي كلها بيبدا يفكر كويس، وغالبا ما بتنجح في نقل الصوره اللي انت عايزها بنسبه 90%، لان المدرب برضو عايز يكسب، فانا اول حاجه بقول له يعني دي القعده بتبقى بيننا وبين بعض ومناقشه، وانت اللي بتحط الفرقه وانت اللي بتدرب، انا ما اعرفش خبايا فرقتك. هل بتحاول تحرر يا دكتور عمرو ان وجدت هذه الافه، لان بنقول انها موجوده عندنا كشرقيين، فكره ان المدرب بيحب ويكره، دي بيقال انها مشكله، ان المدرب ده بيحس ان في كيمستري في التعامل، انه اكثر تفاهما مع الشخص ده على المستوى الانساني، احيانا بيدفع بيه على حساب لاعب افضل، بس في نفور، يعني ما فيش تفاهم بينهم، طبيعه الشخصيتين كده، هل دي من الامور اللي لازم نشتغل عليها ونعالجها؟ ده احنا فعلا بنشتغل عليها وبنعالجها، والحمد لله دي مش موجوده عندنا بنسبه كبيره، بنسبه قليله، وساعات يعزوها المدرب لحاجه ثانيه، لكن بنبقى احنا فاهمين، ولكن ان هو بيفضل اللاعب ده اكتر، اه ده كذا مهما يقول، طيب في ماتش كذا حصل ايه؟ في ماتش اهم حاجه البراهين اللي بتقولها له، من خلال هذه البراهين بيقدر يقتنع وبيقدر يغير فكره، والمدربين كلهم حاجه جميله وبينفذوا النتائج كويس جدا. النتائج بتعكس ده طبعا، ان العمل ماشي بشكل رائع، ونتمنى ان يستمر بنفس القدر واكثر. طيب قبل ما نتوقف مع التقرير التالي هسال حضرتك سؤال، اعتقد ان كتير من الجمهور اللي بيتابع حضرتك دلوقتي بيتمنى يعرف تقديرات حضرتك ولو بشكل تقريبي، قد ايه اعداد اللاعبين اللي ممكن يكون عندهم فرصه حقيقيه، او حضرتك شايف انهم قريبين من مستوى الفريق الاول وممكن يكون لهم شان خلال سنتين ثلاثه اللي جايين في فرق 18 و20 تحديدا السن الاقرب للفريق؟ هو ال 20 اوكي، في لعيبه اكتر من اربع خمس لعيبه مع الفريق الاول خلاص، وفي بتاع ست سبع عارات، ولذلك هذه البطوله هي احنا داخلين فيها يعني تكمله عدد، او ان احنا عشان نسجل اللعيبه فيها، او ان هي حقل تجارب لاي لعيب يجي من بره نحطه، ومع هذا الفريق عمل نتائج كويسه جدا وكسب الزمالك من حوالي شهر 2-0 في المباراه الاخيره. هو بس هل كان معاه اثر وخلاص افضل العناصر مش موجوده؟ لا يعني هو خد عنصرين من الفريق الاول، ولكن هو بيلعب بدون 10 اساسيين، تخيل انت، يعني قوه الضربه للفريق خلاص معاه. فاحنا واخدين هذه البطوله بهذا بالفكر ده، ان البطوله دي تجهيز للفريق الاول بالظبط، اكتر من الاهتمام بالبطوله نفسها، اكتر من الاهتمام بالبطوله. اما باقي الفرق الاخرى فانا شايف ان عندنا مثلا فرقه 2001 2001 دي 17 سنه دلوقتي، 17 سنه دي فرقه مثاليه، فرقه مميزه، عندها مدير فني شرف مستوى عالي جدا، مع جهاز عالي جدا، في لعيبه لا تقل عن من 10 ل 12 لعيبه يقدر يوصلوا للفريق الاول لو تم اتباع البرنامج اللي احنا قلناه. ومش الفريق الاول، الفريق الاول مش هياخد 12، ممكن الفريق الاول ياخد 4-5 منهم، والباقي زي ما بقول لك يا اما هيبقى بيع، يا اما احتراف في الخارج، يا اما اعارات، هيستفيد منها النادي الاهلي. الفرق الاخرى فيها لعيبه تتراوح ما بين 5 لعيبه و8، دول يقدروا يكملوا للفريق الاول.
من خلال الخريطه اللي انا حطيتها لك، من 5 لعيبه الى 8 لعيبه في كل فريق، كل فرق في كل مرحله عمريه، كل مرحله عمريه، يعني على اقل تقدير 5 في كل فريق من فرق الاهلي، حضرتك شايفهم مستقبلا مستواهم الفني يؤهلهم للفريق الاول. بالظبط كده. والمدرسه عندنا 4 فرق أو 5 فرق على اعلى مستوى، فيهم عناصر طيبه جدا، هو دول الشغل اللي معاهم هيبقى بنسبه 100% بالنسبه للفرق حسب الاعمار، اللي هيبقى 90% 80 70 حسب عمره. لكن في النهايه انا بقول ان النادي الاهلي يمتلك ذخيره عاليه جدا من اللعيبه الموهوبين، ان شاء الله هذه الذخيره تكتمل بتنفيذ البرامج اللي يجب ان تعطى لهؤلاء الناشئين. ثم من الذي يعطي هذه البرامج؟ هم المدربين. اختيار مدربين في بعض الفرق من ذوي الخبرات العاليه جدا، ودي هتحتاج رواتب عاليه، يبقى لازم ارفع رواتب المدربين. هتحتاج المدربين كلهم مثلا تصفرهم ياخدوا دورات في الخارج، تصفرهم ياخدوا اعاشه في الخارج. اعتقد من شويه واحنا بنتكلم كنت على وشك ان تطرح فكره الاستعانه ببعض الخبرات الاجنبيه في القطاع، قلت ممكن يبقى الاستخدام. هل حضرتك شايف ان في كوادر اجنبيه ممكن تدخل القطاع، ولا لسنا في حاجه الى كوادر لعيبه ولا مدربين؟ مدربين. لا لا لا، مش لا في حاجه الى كوادر. لا لا, لا لا، انت لو جبت 2 3 مدربين من الكفاءات العاليه واهتميت بالمدربين اللي عندك، لان دول عناصر مبشره جدا ومن اولاد النادي، يعني حط تحت اولاد النادي دي 100 خط مدرب زي اللعيب، عارف يعني ايه النادي الاهلي، عارف النادي، عارف النادي، وعارف سياسته بالظبط كده، وعايز يفوز بكل اللي يعني طبعاً. صدقني المدربين دول خلال 2 3 سنين هيبقوا اعلى اعلى من اي مدرب تاني. هل حضرتك حددت ملامح برنامج تاهيلي لهذا العدد المتميز من المدربين؟ اه طبعا. محتاجين ايه خلال ال3 سنوات دول لتاهيلهم؟ اه طبعا طبعا طبعا. الدورات التدريبيه وتجارب السفر، هو اوكي دلوقتي للدورات وبياخدوا المحاضرات، يعني بديهم محاضرات على طول في الكوره في التاكتكس والناحيه البدنيه من البرامج وكل شيء، هم رئيسهم احنا بنديه على شكل محاضره وعلى شكل تجاوب بقى واسئله واجوبه، ده بالاضافه الى المحاضرات الشبه يوميه، يعني كل يوم تلاقي في مدرب قاعد ممكن يقعد معاك 2 ساعة بيتناقش في فرقته، بيتناقش في برنامجه، بيتناقش في مشاكل للفرقه بتاعته، بياخد خبرات مباشرة بدون أن يشعر. المرة الجاية واللي بعدها وبشوفه في الماتش عمل اللي اتفقنا عليه مثلا أو الخبرة اللي خدها، فدي بتخليه بيعلى بشكل أوتوماتيك. فتخيل أنت بقى لما هذا المدرب يزداد بقى خبراته بالسفر بالدورات هيبقى حاجة تانية خلال 4 سنين، ده هيعمل فرق كبير جدا معاه ومع تأثيره على اللاعبين. جدا جدا جدا. طيب دكتور عمرو هنتوقف مع فاصل، بس حضرتك بتقول السن اللي ممكن نبدا بيه المشاركه بصفه منتظمه مع الفريق الاول، يعني الاساليب التدريبيه العلم برامج التغذيه وكل ما يتعلق بالتحمل البدني، ايه السن الاقل؟ اقل سن ممكن نقول لو جهاز فني الفريق الاول اتفق مع حضرتك على انه خلاص محتاج اللعيب ده بشكل نهائي، يستطيع في هذا العمر بدنيا ومن ناحيه التغذيه ومن ناحيه الحمل التدريبي وفنيا انه يبقى مع الفريق الاول ويشارك في كل الارتباطات. إيه اصغر لعيب نقدر نعتمد عليه في النوع ده من الارتباطات؟ هو مش بالسن ولكن بالفروق الفرديه. يعني ممكن تلاقي لعيب عنده 16 سنه جسمه جامد جدا وهايل ومكتمل ويقدر يتحمل، زي مثلا انت عندك طاهر ابو زيد وحسام البدري والناس دي كلها لعبت كام؟ 16 سنه ونص، 16 سنه، 17 سنه. ليه؟ لانه كانوا مكتملين من الحزين بدنيا وعضليا. في لعيب تاني تلاقيه عنده مهاره عاليه جدا ومش ممكن في الملعب. لما بتيجي تحطه مع الفريق الاول بدري 16 سنه ولا 15 سنه بتلاقي الحته البدنيه بتضيعه خالص. عامل عبء عليه في الملعب. ما بتجيلوش الكوره عشان يعمل اللي هو عايزه، فايه الفايده؟ فده بيوصل متاخر، ولكن ممكن بعد ما يوصل متاخر ومع اكتمال النمو بتاعه يضرب اللعيب التاني اللي لعب لما يبقى 18 سنه مثلا، اللي لعب 16 سنه يعني لو لعب 20 سنه بس لما يكتمل، والتاني اللي طلع 16 سنه ممكن ده يسبق ده، يتفوق على اللي بدا مع الفريق الاول. طبعا يعني حضرتك بتقول ملهاش قاعده. لا لا ملهاش قاعده، حسب الحاله البدنيه والفنيه لكل لاعب. بالظبط. والعصبيه كمان النفسيه اللي تحمله ضغوط المباريات. بس ولذلك الاولاد في حاجه اسمها خطه التلميع، ازاي المع لاعب عنده 17 18 سنه. طب خلينا نتوقف مع النقطه دي دكتور عمرو.
كيف يعد اللعب بالشكل الامثل او يتم تلميعه زي ما حضرتك قلت. هنستمع مع حضرتك ومع مشاهدينا لاراء وعدد من اولادنا من نجوم قطاع الناشئين في النادي الاهلي ومن اللاعبين المبشرين بمستقبل على نفس مستوى الانجازات الحاليه واكثر ان شاء الله. احنا بنشكر دكتور كابتن عمرو على المجهود اللي عمله معانا وتعب معانا كتير، واحنا بنكافئه ببطولة ال 2001 وده اللي متعودين عليه، وان شاء الله كل سنة على كده. وهو تعب معانا قوي السنة دي والجهاز الفني كله تعب معانا، والحمد لله يعني على البطولة اللي خدناها. دكتور عمرو كان دايما يعني واقف جنبنا في كل الماتشات، وكان دايما بيساندنا، كان دايما في كل تمرين مثلا يجي يحفزنا للدوري، مش مثلا ماتش سهل ماتش صعب، كان دايما واقف معانا ويحفزنا للبطولة. هو كابتن خالد جد الله، ويعني دايما كانوا بيتكلموا معانا وبيحفزونا للبطولة. طبعا دكتور عمرو ابو المجد تعب معنا نادي، وكابتن خالد جد الله يعني تعبنا كلنا، والحمد لله كان بيقف معنا في كل الماتشات، كان بيدعمنا في الماتشات الصغيرة قبل الماتشات الكبيرة، وبجد كان كل ماتش بيبقى بيساندنا، والحمد لله قدرنا نكافئه بالبطولة وال2002. بشكره طبعا المجهود اللي عمله معنا طول الموسم، تعب معنا جدا هو كابتن خالد جد الله، كان موجود معنا في كل ماتش، كان كفاية ان في التمرين كان يجي يتفرج معنا علينا ويعني يحفزنا ويقول لنا كلام يعني خلينا نازلين الماتش، يعني حلمنا ان احنا طبعا نطلع مثلا درجه اولى ونأدي في الماتش الحمد لله. والله احب اشكره طبعا على المجهود اللي عمله معانا ومع بقيه الفرق اللي في النادي، يعني بقى لنا الفرقه النادي نفسه بقى له كتير كان في ورطه وفي البطولات والسنه اللي فاتت وكده، والحمد لله هو جه ظبط الدنيا كلها مع الفرق كلها مش معانا احنا بس، وطبعا بالذات معانا احنا بس كمان مجهوده كان معانا عالي، ويجي يحفزنا قبل كل ماتش بين الشوطين وبعد كل ماتش وفي كل تمرين موجود ومعانا، ويعني كنت تحسه اب لفرقتنا مش 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 مدير قطاع. الحمد لله موسم موفق لجميع الفرق في القطاع. كابتن عمرو طبعا احب اشكره على المجهود اللي بذله معانا طول الموسم، احب اشكره على دعمه المستمر لينا، كان دايما معانا في الماتشات حتى اللي بره النادي، سواء بقى ماتش كبير ماتش صغير كان على طول في ظهرنا، يعني كان معانا على طول في السفريات حتى ماتشات بره القاهره، كان على طول دعم لينا، يعني على طول اي حاجه بيقولها ما عمره ما خلف بعد معانا. طبعا بعد اي مكسب في الماتشات بيجي وبيدينا الروح وعلى طول معانا، يعني دايما في كل ماتش بنلاقيه وهو والكابتن خالد جد الله، يعني فالحمد لله كان بيدعمونا كتير قوي. دكتور عمرو ابو المجد، تعليق حضرتك على قبل ما نكمل كلامنا، حضرتك كنت بتتكلم عن خطه الترويج او تقديم اي لاعب وتلميعه وتقديمه بالصوره الامثل للراي العام، لكن شعورك بالامتنان الموجود عند اولادنا في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، شعورهم بالجهد المبذول من رئيس القطاع ومن كل الاجهزه الفنيه العامله في القطاع. وهكذا النادي الاهلي، يعني سواء مدربين او اداريين او عمال او لعيبه سواء كبيره او صغيره، يعني ما بتنساش ابدا الجميل اللي انت بتقدمه لهم، ما بتنساش على اي حد ساهم في نجاحهم وساهم في نجاحهم. زي ما احنا بنتكلم دلوقتي بقول لك المدربين يعني النجاح ده كله مش بتاع عمرو ابو المجد، كله منظومه عمل متكامله، كل المنظومه والعمال بالذات العمال اللي عملوا الملاعب واللي خلوا الملاعب احسن ملاعب في جمهوريه مصر العربيه بعد ما كان التراب. انا بقدم لهم الشكر من هنا وبقول لهم انتوا عملتوا مجهود كبير جدا، العمال اللي بتوع اوض اللبس اللي سندوا اللعيبه ووفروا لهم كل سبل الراحه عشان يكسبوا هذه البطولات، انا بشكرهم شكر جزيل. ايضا الاداريين عملوا جهد خرافي، سواء الاداريين الاداري مع كل فرقه. قدامنا فريق 2005 كمان على الشاشه واحنا بنتكلم. ده فريق البراعم 2005، مدربه الكابتن احمد سمير برضه من ابناء النادي، ويمكن سمير كان لعيب كويس جدا وعامل مجهود جامد جدا مع الفرقه والفرقه طوله، والبراعم انت عارف مهرجانات مفيش بطولة، مفيش حسابات تقليدية للبطولة، ولكن عامل فرقة كويسة وعناصر كويسة وولاد كويسة، وسافرت دبي
لعبت في بطولة دبي الدولية، يعني حتى من السن الصغير ده بنحرص تماما على الأولاد الصغيرة دي تكتسب احتكاك قوي جدا، تتعرف بمدارس مختلفة، تلعب مع أولاد أجانب. ودي بطولة نادي الصيد، كسبوا برضو بطولة نادي الصيد زي ما أنت شايف، وده أحمد سمير معاهم وبيقدم الأولاد ل معاه كاس زي ما أنت شايف. برضو هذا الاحتكاك مهم، يمكن مش هيبان دلوقتي، هيبان قدام. حسيتوا بفرق في أدائهم أو في شخصياتهم الرياضية رغم صغر السن؟ طبعا زي ما حضرتك قلت الفترة دي تعتبر مهرجانات رياضية أكتر منها بطولة، مرحلة البراعة، لكن بعد مشاركتهم في الدورة الدولية الودية، هل حضرتك بتشوف ان ده له انعكاس على طبيعه شخصيتهم في الملعب، على تعاملهم طبعا مع الولد لما بيجي وبيشوف وبيحتك وبيدرس بيشوف مدارس كويسه بيحاول يقلد الحاجه الكويسه اللي هو مش عنده، ده بيضيع الرهبه من عنده خالص. تتكلم اي ولد من دول بيكلمك بقوه وبيكلمك بصلابه وبيكلمك بشخصيه محترمه ومؤدب، ويقدر يوصل لك المعلومه في منتهى القوه. يعني بتقول له انت بتخاف، يقول لك لا اخاف ازاي، لا انا ما بخافش، انا بلعب زي زيه مهما كان هذا اللعيب. فدي لما توصل انك انت توصل لهذا اللاعب هذا الامر، انت كسبت مكسب كبير جدا، لان في فرق تانية بتخسر قبل ما تلعب، تشوف الفرقه التانية تنزل اول ربع ساعه ما تلاقيهاش وكنت داخل فيها جولين خسرت الماتش، ما تلحقش بقى فصحيح. طيب دكتور عمرو، نتكلم تاني عن فكره تقديم اللاعب سواء للراي العام، للاعلام الرياضي، للصحافه الرياضيه، او حتى فرص تلميعه زي ما حضرتك قلت لترويجه لو في اي مرحله ممكن يبقى اضافه بانه يكتسب خبرات فنيه افضل بتجربه اوروبيه مثلا في عمر مبكر، غير الحسابات كمان الماليه والتسويقيه وهي بالتاكيد. ويمكن احنا عملناها السنه دي في مباراه مع الفريق الاول في مباراه البلاستيك. كان الفريق الاول بيلعب ماتش ودي، وكلمني الكابتن سيد عبد الحفيظ، طلعت له 6 اولاد من 2001 وفي 2 من 99 اشتركوا كلهم في هذه المباراه. لا تتعد المباراه اللي اذيعت تلفزيونيا وقناه الاهلي جابتها، ان الاولاد سعادتهم وثقتهم بنفسهم، وان فرحان الولد انه بين اهله وبين جيرانه الناس شافوه بيكلموه ولعب مع الفريق الاول وابتدت الانديه الاخرى تشوفه. دي حاجه، شوف ده ماتش واحد قلب الدنيا، قلب القطاع عندي. الاولاد اللي ما لعبتش عايزه تطلع وتلعب زيهم، فبيدوسوا على نفسهم بيركزوا حيلكوا اللي هيعملوا ماتشات ثانيه وهطلعكم. يا سلام لو هذا الكلام بقى اتحط فيه قالب من الترتيب شكل الدوري خلاص لمشاركاتهم في الارتباطات الوديه للفريق الاول، يبقى مع الفريق الاول يتعمل مثلا. حضرتك شايف ده اكبر من اي حافز للاعب؟ طبعا 5-6 ماتشات يتلعبوا في توقيتات تختار بحيث ما يبقاش اجهاد على الفريق الاول، وندخل كل مره 5 لعيبه. دي التلميع اللي بقول لك عليه، ده الماتش اللي حضرتك بتتكلم عنه اللي شارك فيه 8. حضرتك بتقول 6 من فريق 2001 و2 من مواليد 99 ورا، قلبت الدنيا عندي في القطاع. يا سلام بقى لو تتحط ويبقى فيه تنظيم لهذه المباراه. النهارده دي 5 من 1000، الماتش الجاي اديك 5 من 2001، الماتش اللي بعده اديك 5 من 2002، والكره دي اللي سددها واحد من الشباب من العناصر اللي كانت بتتكلم في التحرير اللي فات. بالظبط كده. فدي برضو احد الوسائل اللي بيها تقدر، او لا ده ميدو جابر، ده ميدو جابر اللي تقدر بيها تعمل عمليه التسويق الناجحه بتاعتك. عندك الاستديوهات وعندك الشرايط وعندك كل هذه الامور لازم تدخل داخل النادي الاهلي، وهتسهل مهمه التسويق كتير. يعني لما اي وكيل لاعبين او نادي بيتعاقد او بيتفاوض من اجل ضم لاعب في المرحله دي، لما يشوفوا في مباريات مع الفريق الاول مباريات وديه بالتاكيد اسهل كتير قوي التقييم وعمليه الاختيار ياخد من لما يشوفه في مراحل تدريب او كده. في سباقات ومباريات الناشئين. احنا بقى عملنا حاجه كويسه السنه دي، كل الاولاد اللي هم مميزين في 2000 و2001 و99 و97 عملنا معاهم عقود المميزين، فقفلنا السكه على اي حد من عمر اصغر لاعب تم التعاقد معاه. 2000 و2001 اه و99 و97 دول قفلنا عليهم خلاص. السنه الجايه بقى نعمل 2002 و2003 بحيث تبقى النادي الاهلي ما يبقاش يتعب في لعيب ويجي واحد ياخده هو على الجاهز
يبيعوا ولا بيضيع مجهودات كبيره للنادي مجهودات. فنيه ولذلك وماليه كمان. احنا حرصنا على تسجيل هؤلاء اللاعبين المميزين كخطوه اولى. الخطوه الثانيه في بعض اللعيبه الاخرى اللي برضو هنعمل معاهم عقود، واحنا قلنا لهم وعدناهم بكده ان شاء الله من الفرق برضو اللي احنا قلنا عليها دول هنعمل معاهم عقود ثاني. يبقى احنا عملنا اللعيب اللي هو 9.5 من 10 واللعيب اللي هو 8.5 و9 كمان. وده كمان ممكن مش بس يفيد النادي في الحفاظ على الحقوق الماليه والتعاقديه لاي لاعب في حال تلقي عرض من خارج النادي، ولكن كمان بيوفر على النادي اهدار يعني مبالغ ضخمه جدا بيضطر النادي الى انفاقها على التعاقدات وكده. ممكن في حالات وجود البديل الجيد واللي على نفس المستوى من قطاع الشباب والناشئين في النادي هيوفر على النادي النفقات دي. بالظبط كده. احنا عملنا بقى تجربه جديده خالص السنه دي. احنا كنا في مدرسه الكوره، مدرسه الكوره لما بنيجي نسجل مثلا بنسجل 30 لعيب في كل سد، بيبقى فيه حوالي من 8 ل 10 لعيبه فوق ال 30 دول مستواهم يمكن اقل سنه. بس لا، لو لما كنا بنسيبهم في السنين اللي فاتت فبالتالي بيروحوا في الانديه الثانيه بيلعبوا بيحتكوا بيكبروا بيحصل طفرات في النمو، ممكن فيهم لعيبه تطلع تيجي تشتريها ثاني. وده كان الناس كانت الجماهير دايما بتقعد تسال مش اللعيب ده كان في الناشئين في الاهلي، هو ازاي اضطرينا نتعاقد عليه مره ثانيه او نشتريه؟ ده اللي حضرتك بتقول ده اللي بيتصحح دلوقتي. كيف تتغلب على تتغلب على ده ازاي؟ بالاتفاق مع الكابتن ابراهيم عبد الصمد اللي هو ماسك مدير الاكاديميات، قلت له اكيد الاعمار دي عندك فيهم ناس كويسه قوي. قال لي اه. قلت له طيب بدل ما تجيب لي بعد كده اختبرهم وبتاع، طب ما تجيب الاولاد دول يطلعوا 7 8 10 وانا العشرة دول اللي كنت حاسبهم نعمل فرقه منهم ونعمل فرقه ثانيه وثالثه ورابعه اربع فرق في الاعمار المختلفه ونشترك بيهم في دوري منطقه القاهره، بس كل ولد من الولاد دول يلعب له على الاقل 20 ماتش. واتفقنا على كده وجبنا الاولاد اللي من الالف مع الاولاد اللي عدوا من الاكاديميه وعملنا فرقه ولعبوا واشتركوا لاول سنه. السنه دي عملوا ماتشات غير عاديه، وكانت المهرجانات دي ببطولات، كسبنا 3 بطولات من الاربعه والرابعه صفينا نهائي. تخيل انا صعقت لما جه الكابتن ابراهيم قال لي هفاجئك بحاجات مش ممكن. بقى في طريقه لتقييم العناصر دي بشكل فعلي من خلال ماتشات لانه كانوا مش باينين، كانوا ما كانتش باينه. بالظبط كده. جينا رحنا واخدين بتوع بيه دول كلهم وقيمناهم بلجنه انا والكابتن ابراهيم ومحمود صالح وتامر حفني ومدرب كل مرحله سواء من الف او من ب. طلعنا 10 لعيبه اللي كنا هنسيبهم ضمناهم لفرق النادي. ايه رد فعل مجلس الاداره ولجنه الكوره على الجهود اللي بتخلي في فرصه افضل واسهل وادق لتقييم اللاعبين بالشكل الامثل؟ حاجه جميله جدا وبتحافظ على ولاد النادي، لان المفاجاه الاخرى ان في 10 لعيبه من ب من الاكاديميه طلعوا لالف و10 لعيبه اللي كانوا هيمشوا من الف طلعوا لالف، وحوالي 11 لاعب هنعمل لهم معايشه مع الف، لان احنا شاكين برضو ان ممكن يبقى في كام واحد كويس فيهم وبرضو مش هنسيبهم. طيب اللي مش هناخده هيعمل ايه؟ هينزل تاني السنه الجايه يشترك في دوري به في فرقته، يعني مش هتسيب حد خالص. تخيل انت بقى كل ما تاخد وتنزل مكانه وتجيب مكانه وثلاث اربع خمس كل شويه ممكن تلاقي عناصر بتفاجئ القطاع، قطاع الناشئين ولجنه عندها فرصه تفيد النادي بالظبط انهم افضل من التوقعات اللي كانت وهم مش بيشاركوا. بالظبط كده. لا، وانهم يكسبوا 3 بطولات من 4 ويطلع الثاني في البطوله الرابعه دي مفاجاه للجميع. كانت بعيده عن الحسابات تماما خالص. مش ممكن. فاحنا قلنا لا، ده احنا كل سنه بقى بنهدر. يعني فكره تركيبه الفريق بالشكل ده والدفع بيها في دوري به كانت من اجل الوقوف على مستوى اللاعبين بس، ان احنا نخليهم يلعبوا ويشاركوا. ممكن يطلع واحد اتنين لكن اتفاجئت بالمستوى ويطلع 10 من ناحيه، دي حاجه غير عاديه. ده يساعد في سياسات التعاقد مع اللاعبين في مراحل عمريه مبكره زي ما حضرتك قلت. بالظبط كده. علشان الحفاظ على حقوق النادي الماليه والتسويقيه في اللاعبين. النقطه الثانيه انا فوجئت في لعيبه من الصغيرين دول اللي في البنية واللي مش عارف ايه واللي زعلان مع المدرب وبتاع. قلت لهم بمستوى اللعيبه، قالوا اه كويسين. طب ازاي تسيبوهم؟ هاتوهم في عمليه التقييم.
جابوهم في ولدين مواليد 97. انا بقول لك مين دلوقتي؟ دول انا عبد الرجول 21 سنه دلوقتي. هم مواليد حضرتك بتقول 97 يبقى مواليد 2007. 2007 11 سنه. 11 سنه. انا بقول لك 97 قلت خلاص مفاجاه يعني. لا لا بس لا لا كبير مفاجاه. قلت للمدرب قال لي قلت له ما فيش كده الكوره ما فيهاش كده. الكوره تيجي يجي ولي الامر يحلله مشاكله لو هي ايه اذا كان ابنه لعيب كويس قوي. احنا يا ابني هذا اللاعب احنا بنرعاه متمسكين بيه مش هنسيبه بنتمسك بيه بنجيبه بنديله دروس ممكن اعمل له حاجه في الاستراحه خاصه بيه اذا كان ولد صغير عشان ما يندمجش مع الكبار ممكن اعمل له مشرف خاص اخدم عليه لان انا لعيب زي ده لما يطلع لي ويلعب درجه اولى وبتاع ويساوي ملايين يستاهل ان انت تخدم عليه وهو صغير. هنتوقف مع فاصل بعد ما نتابع مع حضراتكم اللقاء مع الكابتن خالد جد الله ونعود بعد الفاصل لاستكمال هذا الحوار. انا كلامي على الدكتور عمرو مش هيوفي حقه. الدكتور عمرو طبعا استاذ كبير وخبره كبيره جدا في مجال سواء الاداره او قطاع الناشئين. السنه دي كان وجود مهم جدا لان كل الناس تعلمت منه وودى خبراته لكل الناس سواء على مستوى الاداره او الناس الفنيين او المدربين. فطبعا يعني انا كلامي مش هيوفي حقه. بالنسبة للقطاع يعني مش عايز أقول نجاحات لأن هو النادي الأهلي المفروض أنه هو على طول أنه هو لازم يبقى في نجاحات مستمرة، ولكن اللي حصل في القطاع السنة دي كان مزيد من التطور مزيد من الازدهار على جميع الأصعدة وجميع المستويات بدءا من مثلا لو اتكلمنا عن الاستراحة بدءا من المطعم بدءا من الجهاز الإداري الجهاز الفني اللعيبة الملاعب حصل فيها تطوير بشكل كبير جدا وبيت بالمظهر النقي اللي هو يتناسب مع شكل وقيمه ومكانه النادي الاهلي. الملاعب طبعا في منتهى الجمال. مجهود كبير جدا من مسؤول المهندس مسؤول الملاعب والاستاف اللي بيشتغل معاه خلوا الاربع ملاعب هنا في قطاع الناشئين على اعلى مستوى. بالنسبه للاستراحه بقيت على اعلى مستوى. بالنسبه للمطعم اللي كان بياكل فيه اللعيبه اللي هم مقيمين في الاستراحه او لعيبه النادي اثناء المباريات بقى على اعلى مستوى. على الصعيد الفني يمكن قدرنا في فرق المسابقات قدرنا ناخد 3 بطولات من مجموع 6 بطولات ودي برضو حاجه بتعتبر نجاح وانجاز. يمكن حاولنا ان احنا ناخد كل البطولات ولكن ده مش هيحصل من اول سنه. في مجموعه مبشره من اللعيبه على مستوى الاعمار بدءا من ال 2000 وال 2001 وال 2002 بتبشر بمستوى طيب جدا للنادي الاهلي ومستقبل كويس. وممكن في السنين اللي جايه باذن الله نقدر نمد الفريق الاول بالعديد من اللاعبين باذن الله. بالبدايه بحب اهني الكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي على البطولات والحاجات الكويسه اللي حصلت في قطاع الناشئين السنه دي. ده بفضل طبعا دعم الكابتن محمود الخطيب ودعم مجلس الاداره لينا وان هم هيقوا لنا الجو المريح المناسب ان انت تقدر تشتغل عشان تقدر تنجح. بالنسبه للي ناقص قطاع الناشئين لا يعني في حاجات بسيطه يعني نقدر نقول ان نكملها ان لازم كل سنه فتره الاختبارات لازم نبتديها بدري شويه لان العديد من الانديه بقت تسبقنا في الحته دي بالذات على محافظات. يعني يمكن في وقتنا دلوقتي في انديه راحت المحافظات وعامله اختبارات طبعا بينقوا اللي هم يعني نقدر نقول اللي هو وش القفص يعني احسن لعيبه واحنا بنتاخر شويه في الحته دي. فعايزين نعمل حسابنا ان احنا كل سنه لازم نبتدي بدري. على صعيد التدعيم بتاع الفرق بالنسبه للعيبه احنا اشتغلنا على الحته دي شغل كويس السنه دي بمتابعه جميع الفرق في جميع الاعمار السنيه اللي كنا بنلعب قدامها لاختيار اللاعبين المميزين. وده طبعا بيجي بالتنسيق مع لجنه التعاقدات بكابتن عادل القيعي ولجنه الاحصاء والتحليل كابتن علاء ميهوب بالتنسيق معاهم
والتنسيق طبعا مع الكابتن زيزو المدير الرياضي وعضو لجنة كرة القدم، في يعني اللي هي السرعة في اتخاذ الإجراءات في ضم اللعيبة والتدعيم، والاختبارات تبقى بدري شوية عشان ما حدش يسبقنا فيها، دي من الحاجات اللي لازم نتلافاها في السنين اللي جاية بإذن الله. بكل الحب وبكل الوفاء وبكل التفاني، يعني يمكن أنا في النادي داخل على يعني بدءا من الأشبال ثم الفريق الأول ثم الشغل في قطاع الناشئين كمدرب ثم الآن كنائب للقطاع، داخل في حوالي 35 سنة داخل النادي بكل الحب والتفاني والأمنيات، نتمنى أن احنا نشوف النادي الأهلي كأحسن نادي مش في أفريقيا بس ولا في الشرق الأوسط، في العالم كله. أتمنى له كل توفيق، وأتمنى للكابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة الحالي كل التوفيق والأمنيات الطيبة أن هم يعدوا بالنادي في أفضل صورة وأحسن حال. دكتور عمرو ابو المجد، اهلا بحضرتك مره ثانيه وسعداء بوجودك معنا في هذا الحوار من خلال الاهلي يحاور. بنتكلم كمان عن مستوى المنافسه في قطاعات الناشئين. كتير بنسمع اخبار عن الانديه الثانيه اللي لها ايضا تاثير ولها باع في قطاعات الناشئين في كره القدم في مصر، بنسمع عن تجارب جيده من زمان جدا، كنا بنسمع عن دور نادي المقاولون العرب في اعداد كوادر جيده في كره القدم وعن قطاع الناشئين في المقاولين العرب، وايضا في الكام سنه اللي فاتوا سمعنا كتير عن نادي ام بي. يا ريت حضرتك تكلمنا عن خريطة المنافسة، وهل في حسابات خاصة بالمنافسة ولا لا؟ هو يمكن قبل ما نيجي على ضوء السنة اللي فاتت وعلى ضوء النتائج اللي كانت موجودة، احنا جينا كان سبقنا في تخطيط لقطاعات الناشئين او الفرق اللي حصلت على بطولات اكثر مننا، كان نادي المقاولين ونادي انبي، ثم كان في ايضا في المنافسة داخل المنافسة نادي الإسماعيلي، نادي الزمالك، نادي وادي دجلة، يعني خمس ست أندية. فإحنا لما جينا خططنا في على الأقل فرقتين أو ثلاثة أعلى مننا جدا في الوقت الحالي، ولذلك لما جينا حطينا الاستراتيجية قلنا إحنا السنة دي مش هنكسب ولا بطولة، ولكن هنعد الإعداد الكامل لبنود الاستراتيجية اللي احنا نجحنا نجاح كبير في ان احنا نحطها، وحطينا البطولات ان احنا نكسب من السنه الجايه واللي بعدها بعد تدعيم الفرق بالعناصر اللي بتنقصها، يعني ارتب ودعم ثم ابص للبطولات. الحقيقه عملنا كل الكلام ده في وقت واحد، الحمد لله. تعالى شوف البطولات دلوقتي، خمس بطولات انت كسبت، ثلاث بطولات، نادي طلاع الجيش كسب بطولة، نادي المقاولين كسب بطولة، نادي إنبي كسب، واحنا ثلاثة 50%، ثلاث بطولات من ست بطولات كاملة بتاعت القطاع. أنا بعتبر ده يعني نجاح من عند الله سبحانه وتعالى، لأن الخطة الأساسية كانت التجهيز خالص. إن تعديل برنامج العمل يبقى بشكل سليم بالظبط، وبعدين بنفس اللعيبة بتاع السنة اللي فاتت، أنت لعبت بنفس اللعيبة، يبقى الفرق إيه؟ المنظومة والنظام والتخطيط والتنفيذ، تنفيذ اللوائح، العقاب، الثواب. عايز أقول لك حاجة، إحنا في البداية حطينا لائحة ومشينا اللائحة 100%، عارف نتيجة اللائحة مبلغ قد إيه؟ 80,000 جنيه. ده استقطاعات ولا غرامات؟ ولا استقطاعات وغرامات وعدم تنفيذ اللائحة في الأول، مجرد بس التنفيذ 80,000 جنيه على اللعيبة وعلى الجهاز، أعضاء الجهاز، لأول مرة النادي الأهلي يطبق لائحة على جهاز التدريب كله عشان كل يلتزم ببرامج العمل والخطة الموضوعة والمواعيد فإذا الالتزام والخطة، التخطيط الجيد، التنفيذ الجيد، المتابعة الجيدة أدت إلى إنك تكسب ثلاث بطولات وبنفس اللعيبة. ولذلك انا بقول ان النادي الاهلي ان شاء الله يعني الخير جاي بعد التدعيم، سواء باللعيبه
سواء بالأجهزة، سواء بأن أنت بتصلح الحتت اللي هي محتاجة تصليح في 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 الجهاز الطبي، رفع مرتبات. يعني طبعا انتقاء أفضل للكوادر أو تعديل لو في بعض عملية التسويق. ازاي تاخد اللعيب الكويس بالعين الخبيرة وتدفع فيه أقل حاجة، مهمة جدا في خلال السنة الجاية والسنة اللي بعدها تقدر بعد كده تقول إن عندي قطاع ناشئين. مين مسؤول عن المهمة دي أو مين الكوادر اللي مختصة بعملية المتابعة واختيار أفضل العناصر الموجودة في أي نادي آخر لتنضم للنادي الأهلي؟ دي عندنا لجنة فنية بقيادة الكابتن علاء ميهوب ومعاه الكابتن ناجي خليل والكابتن حمد أبو راضي، وده بيعملوا مجهود كبير جدا وبيأدوا أداء كويس وجابوا لنا لعيبة كويسة السنة دي. وأيضا من خلال المدربين اللي لما بيلعبوا الفرق اللي قدامهم بيشوفوا اللعيبة والعناصر اللي ممكن تيجي وتحل محل الأماكن الشغل. هل بتبصوا بتركيز أكبر يا دكتور عمرو كل ما السن كبر شوية لما نتقرب من سن 17 18 20 سنة نبدأ نركز أكتر لأن دول تأثيرهم هيبقى مباشر على الفريق؟ أي لاعب مميز بيفوق اللاعب اللي عندك بنركز عليه في أي مرحلة عمرية، في أي مرحلة. وبعدين بنقدم المفروض الكلام ده للكابتن عبد الوهاب شافي المدير الرياضي اللي بينقلها للكابتن عدلي علشان يعمل عمليه الشراء التعاقدات. برضو لما الكابتن علي بيهوب يجيب لنا لعيب بنجيبه بيتعايش معانا بيلعب معانا ماتش ودي، بعد ما بنشوفه كويس والمدرب واللجنه بتقول اوكي بنعمل له كشف طبي كامل الاول. ده قبل التعاقد، قبل التعاقد. كل ده في مرحله الاستشفاء. ثم بعد كده بنبحث عمره إذا كان عمره سليم أو الحاجات اللي أنت عارفها ديت، ثم بعد كده بنبلغ كابتن عبد العزيز. وطبعا اللي ما يطلق عليه الميديكال هيستوري الخاص باللاعب، كل حاجة حالته البدنية والصحية إن ما فيهاش أي مشكلات. دي حاجة، وثم العمر بتاعه يعني مزور مسنن بتاع حاجة زي ده بيلعب. دي مشكلة موجودة جدا جدا القطاع ده في مصر، موجودة في قطاعات الناشئين في مصر، في كل قطاعات الناشئين. يعني عملية التسنين ما فيش فريق في مصر ما فيهوش عناصر مسننه، ولكن بتختلف الاعداد حسب النادي. ويمكن احنا قدمت انا اقتراح لاتحاد الكوره وقدمت اقتراح لمنطقه القاهره، قلت لهم هم مانعين التسنين لغايه سن 13 سنه، فالولد لما بيجي سن 2003 بيلعب مسنن بيفرق، 2004 بيفرق، 2002 بيفرق، لما بيجي بعد كده اكبر من اول 2000 بيفرق. ليه؟ مواليد 2000 بيبقوا خلاص دلوقتي عمره 18 سنه وبتاع. فلو جبت حد اكبر منه يعني الفرق ما مش فجيت مواليد. انا في الاختيار قلت له طب ما نخلي التسنين من 2000، ليه مخليين الاربع سنين دول الفجوه اللي فيها المشاكل كلها اللي هي في الاعمار من 2003 و2004؟ ليه حاطينهم دول؟ خلي من 2000 و2001، خلي من 2000، يبقى من اول 2000 اعمل المسنن يلعب زي ما عايز. مفيش مدرب هيجيب لعيب صغير مسنن ويربيه. الوقت بيربيه سنه سنتين عشان يلعب 2003، لكن لما نقول له 2000 مش معقول هربيه 6 سنين عشان يلعب في السن ده. حتى لو ما خدش ماتشات لان احنا عمليه مكلفه بالنسبه له مجهده جدا وتاثيرها بعيد يعني، وطالما ما بياخدش ماتشات مستواه مش هيزيد. ايه الاقتراحات الثانيه؟ ايه المشاكل الثانيه اللي حضرتك شايفها موجوده في مسابقات او في كل مباريات وبطولات قطاعات الناشئين اللي ممكن تعملوا على تصحيحها بالتنسيق مع الجهات المسؤوله عن تنظيم البطولات؟ مشكله التسليم دي تمثل 90% من المشاكل. المشاكل التانية كمشاكل عادية زي أي مكان، زي مثلا الملاعب، في حتت فيها ملاعب وحشة وبنروح نلعب على بعض الملاعب اللي هي مش كويس، بس اتحسنت كتير عن السنين اللي فاتت. الحقيقة كان مثلا تيجي تلعب دوري تلاقي 50-60% من الملاعب مش كويسة، الواد تلاقي 25-30، بس ما زالت. النقطة التانية ان انت بتاخد بالدوري بتاخد عدد فرق كبيره جدا، وبتيجي تلعب احيانا ماتشين في الاسبوع كثيرا، وساعات يوم بعد يوم، احنا لعبنا 3 ماتشات يوم بعد يوم. طب ليه اخد العدد ده كله؟ طب ما ناخد العدد القوي يديني مباريات قويه واعمل منتخبات كويسه واخلي الماتش من الجمعه للجمعه
الولد بياخد راحته، بقلل الاصابات، بخدم يا اما في المنتخب يا اما عندي في النادي يا اما بتلعب مباراه. ليه الزحمه دي كلها؟ زحمه غير عاديه، ومسابقات جمهوريه، ثم المنطقه بتعمل المسابقات كلها، ثم البراعم. حضرتك شايف ان حجم الارتباطات الرسميه مبالغ فيها جدا، ممكن نفك الاشتباك ده بعدد اقل او بتنظيم جدا أفضل. جدا مسابقات البراعم عملوها مهرجانات بدون نتائج، بس اولياء الامور بيسجلوا وبيعملوا. فانا جم قعدوا معايا برضو المنطقه، رئيس المنطقه كان الاستاذ القصاص قبل كده، وايمن حسان وعم بش، الناس دي كلها نعمل ايه؟ وقلت لهم انتوا ليه سايبينها اولياء الامور يسجلوا النتائج؟ ما تيجوا قبل الدوري ما يخلص لاعب اللي من المجموعه دي مع المجموعه دي ولخبطهم بحيث ما ينفعش يحسب. قالوا هنعمل كده وما عملوش. فدي برضو احد الوسائل. دوري بيه في البراعم عملوا له بنتائج، اللي احنا كسبنا منه ثلاث مسابقات. انا مش عشان كسبت، لكن انا بقول لك لا، انا مش عايز المسابقات دي، بس عايز اطلع. بس حضرتك مش عايز المرحله دي تبقى فيها نتائج؟ لا 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 مش عايز. طيب انا عايز اختتم الكلام مع حضرتك عن الملف ده، لان عندنا مشوار طويل ابتدى منذ سنوات بين حضرتك مع وارتباطك بالنادي الاهلي، واول ايام الدخول في النادي الاهلي والحسابات الخاصه بكره القدم مع النادي الاهلي، والشخصيات الاكثر تاثيرا في الدكتور عمرو ابو المجد ومسيرته الرياضيه والتدريبيه، وبعض الامور المتعلقه كمان بشهر رمضان المبارك واحنا بنستقبله خلال يعني ساعات قليله جدا يعني ان شاء الله. عايزين نتكلم عن الامر الاخير اللي عايز اسال حضرتك عنه. ان حضرتك قلت مجلس الاداره ولجنه الكره بتوفر لنا كل شيء، هل الامر مكلف؟ هل الاصلاح مكلف جدا للنادي وبيحتاج نفقات وبيحتاج امور لوجستيه وفنيه وماليه كبيره، ولقيته تجاوب كامل من المجلس ومن لجنه الكره؟ هو 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 مكلف، بس مش مكلف قوي، ولكن استثماراته هتغطي كل الكلام ده بشكل قوي جدا. ولو اتعملت المنظومة ونفذت بشكل جيد أكيد الخرج منها هيغطي كل هذه الأمور، ولذلك المجلس عارف الكلام ده كويس وبيدعم تدعيم جامد جدا للقطاع، سواء دلوقتي في تدعيم الفرق، يعني في لعيبة بنجيبها دلوقتي معقولة، فالنادي ما بيبخلش فيها الحقيقة يعني. ودي أحسن حاجة، إن أنت تقدر تحافظ على البطولات وتكسب بطولات، ان يبقى عندك الخامه اللي تحت ايدك خامه جيده تقدر تصنع منها حاجه. انت ليك فكر، هل الفكر ده هنفذه كله؟ لو لعيبه كويسه هنفذه كله، طيب لو لعيبه مش كويسه هنزل انا في 70%، طب لو لعيبه نص ونص 50%. اذا انت محتاجني ليه؟ الادوات اللي تقدر تحققها انت محتاجني ليه؟ انا مش هديك ال 50%، ال 50% العناصر الموجوده اللي ظهروني وخلوني كذا مش هعرف انفذها على دول. بيجي لعيبه كويسه ويدعم الفريق، يقدر كل مدرب او كل مخطط ينفذ تفكيره بنسبه 100%. دكتور عمرو، هنتابع التقرير بيتحدث من خلاله عدد من المدربين في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، ونعود لاستكمال هذا الحوار. الحمد لله رب العالمين. طبعا كل اللي حصل ده فضل من ربنا سبحانه وتعالى، ان وصلنا للموسم كويس من بدايته لاخره، ربنا كرمنا بنتائج كويسه وارقام كمان عملناها، الحمد لله بنشكر ربنا على كل كده. طبعا لما انت تتعب وتعمل اللي عليك تبذل جهد تلاقي ربنا بيكرمك بيوسع لك، فالحمد لله ربنا كرمنا بموسم كويس والقطاع ماشي بخطى كويسة جدا، فبالتالي هتلاقي الأمور ماشية على حسب ما أنت خططت. وجود دكتور أبو المجد كرئيس القطاع كان إضافة كبيرة فعلا، هو لما جه كان السنة اللي فات كان أمور مش كويسة فعلا زي ما أنت شايف. عمر فاروق أنت كنت معانا عارف كل حاجة، فهو غير بقى غير حاجات كتيرة جدا، عمل خطة وماشي عليها واستراتيجية اللي هو حطها، ونتمنى إن شاء الله حاجات دي نكملها. وفعلا في تغييرات ملاعب زي ما أنت شايف، أحسن سنة أنا شفت الملاعب يعني من 5 سنين ما شفتش ملاعب بالشكل ده، والمطعم برضو أمور تحسن، واللعيبة
حسوا فعلا في دعم كبير واستراحه تعامل اللعيبه برده حسوا بتغييرات كثيره جدا واللبس طبعا الحمد لله يعني كل حاجات في التحسن فدي اول سنه ممكن يكون بعد كده له حاجات ثانيه يقدمها كثير كثير وكثير نشكره على دعمه لينا لفرقتنا 2001 كان هو كابتن خالد غادلة في ظهرنا على طول اي حاجه نطلبها بيعملها لنا واقف في ظهرنا عملنا سبورت جامد جدا وبالتالي ده اي حد يلاقي دعم زي كده هتلاقيه بيعدي بشكل كويس فهو الحمد لله دعمنا وعملنا نتائج كويسه جدا مش احنا بس يعني اتكلم السنه اللي فاتت خلصت الموسم من غير ولا بطوله الحمد لله شغله بترتيباته وصلنا لثلاث بطولات فوق وبطولتين تحت يعني بتكلم في خمس بطولات في الموسم السنه اللي فاتت انت خرجت الموسم دكتور عمرو مش محتاج ان انا اتكلم عليه واي حد يتكلم عليه بصراحه مجهود كبير جدا عمله الموسم ده يعني سعى بكل جهد وتعب انه يحاول على قد ما يقدر انه يحسن ويطور من اداء وبالتالي بنسبه كبيره الحمد لله وصل اللي هو عايزه ان شاء الله دايما كده النادي الاهلي في تقدم باولاده وبنجومه باذن الله انا كنت موجود المفروض في الجهاز مع فريق 97 مع الكابتن مدحت طه اسماعيل كمدرب عام وكان في الاول في اقتراح بدمج الفرق لما حصل فك للفرق 2004 عن 2003 فالدكتور عمرو قام بترشيح على طول لتولي مهمه تدريب فريق 2004 وده الحمد لله يعني كان اختار مش مفاجئ بالنسبه لي لكن اسعدني جدا ان هو ده اللي يدل على ثقه كبيره الحمد لله في شخصي ويعني سعيد على قد ما اقدر ان انا اكون عند حسن ظنه ما فيش صعوبه طول ما انت شغال صح وشغال بفكر وشغال بشكل علمي وشغال مظبوط ما فيش مشكله بالنسبه لك المشكله هتبقى للي هو للانسان اللي هو مش ملتزم او شغال بشكل مش مظبوط او مش محضر الحقيقه كان هو بيناقشنا بصفه مستمره في شغلنا بيحاول على قد ما يقدر اللي هو يطور من فكرنا وبيطور من ادائنا ده طبعا بحكم ان هو استاذ دكتور في التربيه الرياضيه ومحاضر دولي فعلى قد ما كان بيقدر وعلى قد ما احنا كنا برضو بنجتهد ان احنا على ناخد منه اكبر قدر من العلم ومن الخبرات دكتور عمرو يعني طبعا لو حضرتك حابب تعلق على اللي قاله المدربين اللي اتكلموا مجموعه من مدربين النادي الاهلي في قطاع الناشئين تحديدا مجموعة الامور الفنيه واللوجستيه وكل اللي بيوفر المناخ الملائم لهم لتحقيق نتائج افضل مقارنه طبعا بالاعوام الماضيه وفي نفس الوقت عايزين نبدا نتكلم عن بدايه تجربتك مع النادي الاهلي الايام الاولى لتعارف الدكتور عمرو بالنادي الاهلي من الداخل هو بدايه بالنسبه للمدربين المدربين اللي امامك دول مدربين واعدين كل واحد فيهم محقق انجازات كويسه وانا شايف ان المدربين دول سنتين ثلاثه وهم ماشيين بهذا الشكل ممكن يبقى لهم تاثير كبير جدا في اي منصب هيمسكوه يعني يكفي ياسر رجب المدرب الاخير اللي ماسك منتخب القاهره 2004 ولسه جاي من اليابان ولعب بطوله في اليابان وفرقته بفرقه اللي في النادي لكن الاجسام صغيره 2004 لكن حاجه تفرحك يعني خسر البطوله بنقطه واحده ومع هذا قدم عروض غير عن الفرق اللي بتبقى مسننه واجسام كبيره وحاجه زي كده اسحاق اول يمكن الافريقي الوحيد اللي بيعرف الوحيد اللي موجود في القطاع حاجه جميله وحاجه ممتازه وزي ما الشاب بيتكلم احسن مننا كمان في اللغه العربيه وراجل مخلص جدا في شغله وحاجه محترمه جدا واتمنى له كل التوفيق ان شاء الله
يمكن انا سالت كمان خلال متابعتنا للتقرير اني اكتر من مره لفت نظري وجود الكابتن اسحاق اول هو مدرب الاجنبي او الافريقي الوحيد في قطاع الناشئين، والدكتور عمرو قال انه كان موجود قبل ما يتولى المهمه في القطاع، والدكتور عمرو قيم عمله، وحضرتك بتقول انك لقيته من المدربين اللي ماشيين بشكل كويس جدا مع النادي، مميز جدا وانه يستحق الاستمرار معاه، مخلص ومحب النادي واصبح من ولاد النادي الاهلي. يعني خلاص ارتبط بالنادي من وقت تعاقد النادي معاه كلاعب محترف الى الان، كل شيء كل شيء حاجه طيب. جميله دكتور عمرو، البدايه الدكتور عمرو مع النادي الاهلي. يمكن انا كنت طالب في كليه التربيه الرياضيه وفي سنه رابعه، الكابتن عبد الصالح الوحش اتذكر هو كان رئيس القسم، فكان حاطط عينه عليا، اتخرجت بقيت معيد، فطلب ان انا اشتغل معاه، اشتغلت معاه سنه واحده. اتاريت سنه دي بعد كده ان انا كنت بختبرك وبشوف اهم شيء حته الامانه وحته النظام وحته الاصرار، لان كان مثلا عندنا 6 محاضرات ورا بعض، هو يدي اول محاضره عملي في الملعب وانا معاه وافهم منه واتعلم منه، وبعدين يقول لك الخمس محاضرات يقول انا همشي بقى، اي واحد غيري يمشي ممكن يدي محاضره اتنين، وادي ال6 5 محاضرات التانيين كما لو كان موجود بالظبط وزي ما قال هو بالظبط. ومعرفش ان هو بيسال عليا بقى، فبيسال بقى الطلبه، وساعات الاقيه قاعد بره بيشوفني بشتغل ازاي بعمل ازاي. جه في نهايه السنه وقال لي عايز اقول لك حاجه، قلت له، قال لي تحب تشتغل في النادي الاهلي؟ طبعا انا فرحت جدا، قلت له حضرتك بتقول اشتغل في، كان ماسك هو المدير الفني للفريق الاول، قال لي طيب تجي لي النهارده الساعه 3 في المبنى الاجتماعي وانا عايزك في النادي الاهلي. فروحت لقيته قاعد مع مين بقى؟ مع كابتن صالح سليم، كابتن عبد المجيد نعمان، كابتن الجوهري، وهو وكابتن عزت ابو الروس. اول دخلت سلمت، انا شفت انبهرت اول مره اشوفهم. فدخلت فلقيت كابتن صالح بيقول له ده الدكتور عمرو، ده عمرو ابو المجد، قلت لسه ما خدتش حاجه خالص، ده عمرو ابو المجد معيد في كليه التربيه الرياضيه اللي كلمتكم عنه، وده جاي عشان يمسك مدرسه الكره. فاهلا اهلا كابتن صالح سليم بقى، خدني وتحت المبنى الاجتماعي جنب السلم كده، حط ايده عليا وقال لي بص يا عمرو، كابتن ابو صالح كلمنا عنك كويس قوي وبيقول شغلك حلو قوي، احنا هنا اهم من الشغل الاخلاقيات، المبادئ، النظام، سن صغير، السن ده ليه تبعاته وليه مشاكله، ارجو ان احنا نسمع كل خير، ونصيحتي ليك ان انت تثبت لنا السنه دي هذا انك جدير بالثقه. قلت له شكرا يا كابتن، ان شاء الله هتشوف حاجه كويسه جدا. دخلت لقيت الكابتن صالح يوسف اللعيب السكه الحديد، كان ماسك المدرسه وماسك ال 14 سنه. فقال لي تعالى انت كده كويس، انا امسك كفايه على 14 سنه لان شغل كتير يعني. وانت امسك ده، فمسكت انا المدرسه اللي كان فيها بقى حسام البدري وحاتم الكردي وزكريا ناصف ومجموعه من اللعيبه اللي هي، وبمرور الوقت ابتدى ينضم لنا لعيبه تانية دخلت معانا في السكه. مسكت الفرقه وبقيت راهب في الملعب، رحت 9 الصبح مش 9 بالليل، اللعيبه مرنا وبعد كده عملت تدريب فردي وبعد كده اقعد معاهم مش عارف اتغدى معاهم نروح مش عارف ايه وسينما نعمل. المهم في السنه دي لعبنا حوالي 13 ماتش وعملت فرقه 10 على 10. جيت بعد كده السنه اللي بعدها مسكت ال 14 سنه، عملنا موسم غير عادي وجبنا عدد اجوال غير عاديه، وما دخلش في عندنا 18 ماتش ما يدخلش في مرمله جول. ثم بعد كده تدرجت في فرق الناشئين والحمد لله كل البطولات كسبناها ما عدا بطوله واحده بس. جت سنه جه ديكوتي سنه 74، وده اول واحد كنت اخد منه خبرات عاليه جدا. ديكوتي ده كوتش عالمي، كوتش عالي جدا، انما مش مدرب كويس، يعني مدرب مش هو اللي يجهز ويحضر، ما يجهز، كان بيجيب الكابتن فؤاد شعبان او كابتن فتحي نصير يعملوا الشغل البدني والشغل التحضير والشغل، وهو كوتش بقى 10 10. كنت لابد بقى جنبه السنين ده كلها وانا معاه،
ايه اكتر حاجه تفتكرها عن مستر هديكوتي اللي ما كانش عندك فكره عنها خالص رغم خبراتك التدريبيه واللي اكتشفتها من طريقه شغله؟ كل النواحي التكتيكيه، التكتكس، تكتكس المباراه، تشكيله، تغيير المواقف الحرجه، يظبط ازاي، يعمل ازاي، كل هذه الامور اتعلمتها منه. ثم جه بعد كده مستر كرامر، عمل دوره وحضرت الدوره وكنت بكتب وراه كل حاجه ومناقشات وحاجات جامده جدا. ثم بعد كده في سنه 79 محسن صالح كان هيبطل، فقال لي بص مستر هديكوتي عايزك تبقى معانا في الفريق الاول، انا همسك وانت تمسك معانا. فرفضت، قلت له انا مع اولادي تحت وخليني متخصص حابب في شغل دي. حابب شغل النشيل وتخصصت في دي. ليه دكتور عمرو رغم انه له اسم يعني معروف ومشهور على مستوى كره القدم والوسط الرياضي والعمل الاكاديمي الرياضي والكروي في مصر، لكن ما اتجهتش او ما استمرتش في اتجاه التدريب وان استمر كمدير فني، سواء بقى املا في الوصول الى الخبرات بتتراكم دايما وصولا الى المنتخب الاول او الفرق الكبيره او تجارب خارج مصر؟ ليه حضرتك ركزت اكتر واستهواك اكتر الجانب الاكاديمي والعلمي في التدريب؟ لان انا عملت جهد كبير جدا في الحته ديت، ويمكن ألفت فيها كتب واشتغلت فيها وخدت خبرات عاديه. انا مسكت فرقه اولى، مسكت مع كابتن طه سنه 86 الفريق الاول في النادي الاهلي، وكسبنا كاس الكؤوس الافريقيه للعام الثالث على التوالي، واحتفظت بالكاس في البطوله. مسكت مع الكابتن طه في نادي الوحده في السعودي، لكن ظل الجانب العلمي والاكاديمي والمؤلفات الرياضيه واعداد المدربين شغال اكتر. شغاله ماشي دي خط لا واولويه مفضله عند الدكتور. طبعا رغم الشهره ومتابعه الاعلام والمكاسب الماليه من التدريب الناشئين. ده الناشئين طلعنا بعد كده نادي عكاظ، طلعناه من الدرجه الثانيه للدرجه الاولى للفريق الاول. في نادي النصر الاماراتي كنا ماسكين قطاع الناشئين، وبعدين كابتن طه مسك الفريق الاول واشتغلت معاه في الفريق الاول. جه لما جه كابتن طه مسك المنتخب، جه قال لي تحب تضع حياه، فانا قلت له خلينا انا في الحته دي. ليه دايما فجاب فاروق جعفر مكان كابتن؟ ليه دايما بيقولوا الاكثر تاثيرا في الدكتور عمرو ابو المجد الكابتن عبده صالح الوحش رحمه الله اسماعيل؟ قصه الكابتن طه اسماعيل لما جينا 76 كان مسك هو المنتخب القومي تحت 19 سنه، كنت انا النادي الاهلي كنت كسبان بيه وعامل عروض كويسه، وكان معظم الاولاد دي هتخش المنتخب. فهو عرض عليا قال لي تحب تيجي تشتغل معايا؟ قلت له قوي طبعا. فالحقيقه اشتغلت مع كابتن طه، ومن ساعتها وانا اتعلمت منه حاجات كتير جدا، لان هو جامد جدا في التاكتكس، جامد جدا كعلمي، جامد جدا في المواقف، بيعرف يقود، بيعرف ياخد قرارات سريعه. ودايما يقولوا عنه انه من اللي تاثروا تدريبيا او من اللي تاثروا بمدرسه الكابتن عبده صالح الوحش في كره القدم. بالظبط كده، فتلاقينا في النقطه دي. انا تاثرت بالكابتن عبد صالح وهو كان قبليا، ولكن انا منه اتعلمت منه كتير. من تجربتك مع الكابتن طه صالح؟ طبعا كتير جدا، يعني خاصة في المباريات، في مباريات بتبقى فيها مواقف صعبة جدا، اللعيب اتطرد عندك، جه فيك بينالتي في الأول، ازاي تمسك أعصابك، ازاي تمسك هدوءك، ازاي تغير في المواقف الحرجة، ازاي أنت خسران واللعيبة ابتدت تهبط، ازاي تفوقها تاني في الملعب، كل الحاجات دي ما تتعلمش من الكتب، تتعلم المواقف. احنا بنتحرك سريعا، بننتقل اكثر من مره بين الماضي والحاضر، هنشوف تصريحات لعدد من المدربين مره ثانيه بيتكلموا عن الناشئين في او مجموعه من العاملين بشكل عام في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، ويتحدثوا عن الدكتور عمرو ابو المجد وعن انجازاته مع القطاع هذا الموسم وعن فلسفه واستراتيجيه العمل اللي ادت الى تحسين المناخ وبدء مرحله من النجاحات ان شاء الله تستمر بقوه في الفتره الجايه وتنعكس على الارقام والبطولات اللي بيحققها القطاع، ونعود لاستكمال هذا الحوار. بهني الناس الاول قطاع الناشئين والدكتور عمرو، بهني مجلس اداره النادي الاهلي بمناسبه شهر رمضان الكريم،
وكل سنه وانتم طيبين. وبمناسبه نهايه الموسم طويل شاق، في النهايه نهايه سعيده ممتعه بثلاث بطولات جمهوريه وقطاعات من خمس بطولات، وفي بطولات براعم، فالحصيله يعني جيده الى حد كبير في نهايه الموسم، والجاي احسن باذن الله. يعني شرف ليا طبعا ان انا اشتغلت السنه دي مع دكتور عمرو، استفدت منه كتير جدا، بشكره وبتمنى له التوفيق في اللي جاي. ودكتور عمرو قيمة كبيرة جدا في مجال الرياضة عموما وفي مجال كرة القدم في مصر، فأنا شخصيا استفدت منه جدا وسعيد جدا إن أنا ممكن أكتب في السي في بتاعي سنة اشتغلتها مع دكتور عمرو المجد، وأتمنى إن أنا أشتغل معاه فترة أطول من كده وأستفيد منه. مش أنا واحد اللي اشتغلت ومش عماد واحد اللي اشتغل، أنا معانا مجموعة من الإداريين على أعلى مستوى، مجموعة عندها إنكار ذات، كلنا بنساعد بعض في شغل الإداريين، كلنا بنشتغل على قلب رجل واحد طبعا، بتدعيم الدكتور عمرو كابتن خالد جدالله وكابتن محمود صالح وكابتن إكرامي، كلنا بنشتغل هدف واحد هو النادي الأهلي. أولا كل سنة وانت طيب يا دكتور عمرو، ورمضان كريم على حضرتك وعلى الأسرة جميعا، وبرضو نقدر نقول لكل العاملين بالقطاع اللي تحت رئاسة الدكتور عمرو، كابتن خالد جدالله، كابتن إكرامي، كابتن محمود صالح، الناس جميعا أقول لكم كل سنة طيبين، ويا رب دي طفرة حصلة السنة دي، يا رب إن شاء الله تكمل لفيما بعد إن شاء الله فيما يصب في مصلحة الكيان والنادي الأهلي نفسه. طبعا التعامل في قلب النادي الأهلي، واخد بالك، التعامل مع قيم وقامات كبيرة جدا في الوسط الرياضي كله، طبعا يا كابتن أنت أدرى بيها مننا كلنا. طبعا الثقة لازم الواحد بيبقى مكانها ولازم تبقى قدها، فطبعا دي تحسب للدكتور عمرو زي ما الكل اتكلم والكل قال ان السنه دي الجهاز الاداري للنادي الاهلي جهاز اداري عالي جدا، جهاز اداري على مستوى عالي جدا، جهاز اداري الحمد لله رب العالمين قدر يثبت نفسه في كل المواقف اللي اتعرض ليها في حاجات كتير جدا مش في موقف على عينه يعني. فطبعا دي من الحاجات اللي تحسب للدكتور عمرو. الموسم شاق جدا، يعني انا جاي من نادي الداخليه، جيت على طبعا اكبر نادي في مصر، طبعا حاجه تشرفني وتشرف اي حد يكون متواجد داخل. اول ما كانت مع دكتور عمرو ابو المجد كان لقاء مثمر جدا، كان اول مره اقابل دكتور عمرو المجد، وبصراحه من يوم ما قابلت الدكتور عمرو المجد وانا حاجه يعني من المقابله دي، ويعني يوميها الدكتور كلمني وقال لي ايه هتبقى نتائج العمل اللي هيحصل خلال الموسم وايه الشغل اللي هنشتغله وايه المهام اللي هتقوم بيها، والحمد لله يعني كنت عند حسن ظن. اعتقد بد شاق خلال الموسم فعلا للجهاز الفني كله وللعيبه والقطاع الناشئين كاملا، اشكره جدا، واللي هو وضع فيه الثقه ان انا اكون متواجد داخل قطاع الناشئين وفريق مهم جدا مع جهاز فني واداري جهاز فني وطبي على اعلى مستوى، كابتن محمد كابتن اسحاق اول، كابتن مصطفى فتحي، دكتور امام، دكتور طارق عصمت، كابتن محمد السيد، جهاز فني على اعلى مستوى، وحاجه تشرفني اكون متواجد داخل القطاع ده. يعني قطاع بص من اقوى القطاعات الموجوده في مصر، وفعلا كنا اقوى جهاز اداري موجود في مصر، وطبعا قابلتنا صعوبات كثيره جدا بس الحمد لله تغلبنا عليها ووصلنا الحمد لله اللي هو النتاج الاهم اللي هو البطوله الحمد لله. دكتور عمرو، ايه النصايح العامه اللي حضرتك تحب توجهها للرياضيين مش بس لاعبي كره القدم خلال يعني نمط المعيشه الخاص بشهر رمضان المبارك واوقات الفطار والسحور والامساك عن الطعام، حتى لو كان ده مش مرتبط بالقطاع حاليا، لان عرفنا من حضرتك ان الارتباطات الرسميه انتهت وان اديته فتره راحه سلبيه الفتره اللي جايه. ايوه. ايه النصايح المهمه فيما يتعلق بمواعيد النوم والاستيقاظ والتغذيه، كل ما يتعلق بالاكثر ملائمه لصحه الانسان مع نمط الحياه الخاص بفتره الصيام؟ هو بص حضرتك، هو شهر رمضان شهر العبادة، يعني أنا مش هقدر أقول له أي شيء يقلل من العبادة، بالعكس بل يزيد العبادة، سواء صلاة أو صوم أو تراويح أو قراءة قرآن أو تسبيح أو إلى آخره. ولكن اللي أقدر أتكلم فيه هو عملية الأكل والتغذية، يعني ما نخليش شهر رمضان فرصة لأن أنا اكل زياده او اعوض اللي انا اتحرمت منه. لا، لعيب الرياضي لعيب محترف، بيعرف ازاي يحافظ على نفسه ويعرف ازاي ياكل ايه ويعرف يمتنع عن ايه. برضو عمليه السهر، ان نحاول بقدر الامكان ان احنا العبادات نخليها في التوقيتات، خاصه قراءه القران والتسابيح والحاجات دي نخليها في توقيتات بدري شويه، بحيث يحافظ على
معدل ساعات النوم بتاعته في رمضان، لو صدقني لو ظبط الاكل كويس وظبط النوم كويس ويحاول ان هو في الاسبوع يراها سلبيه ولكن ما يخليهاش سلبيه على طول اكل ونوم وراحه، لا يعني ممكن يمشي ممكن يجري ممكن يعني يلعب بعض الحاجات الخفيفه اللي القطاع منحها للاولاد للاعبين والاجهزه الفنيه العاملين في القطاع. هل لها بعض الاشتراطات متفقين عليها مع اللاعبين علشان يحافظوا على الوزن او ما يبقاش في زياده مفرطه في الوزن؟ طبعا هو كل مدير فني خاص بفرقته اكيد قعد مع الاولاد في الفتره الاخيره وقبل ما ياخدوا راحه سلبيه اتكلم معاهم وقال لهم يعني راحه سلبيه وهتعملوا ايه في الراحه السلبيه، مش كلمه سلبيه ده. النوم خلال شهر رمضان طبعا النوم والاكل وتخرج برضو وازاي مثلا في الاسبوع مره ولا مرتين تحاول تجري تعمل بحيث ما تنزلش جامد قوي بحيث تيجي فتره الاعداد تبدا من تحت قوي. لا طيب اختلفت الاراء دايما حضرتك تقول لنا الاكثر يعني مواكبه لما يؤكده الطب والاسلوب والاساليب الحياه العلميه في الرياضه تحديدا، انه الناس كتير قوي بتمارس رياضه وتدريبات رياضيه في الجزء الاخير من النهار قبل المغرب خلال فتره الصوم، والبعض الاخر بيقول لا ده غلط وبيعملوا تمارينهم دايما بعد الفطار في اوقات ما بين المغرب والفجر. هل في حاجه بتحدد ده ولا متاح في الحالتين؟ والله شوف هو في ابحاث كتيره اتعملت في هذا الامر واتضح ان الوقت اللي هو اللي بين العصر وبين المغرب هو ده احسن وقت ممكن تشتغل فيه بيبقى عالي جدا تقدر تشتغل فيه. حتى انت ما بتجربها بتحس بحيويه ونشاط كده جالك ودب في جسمك بطريقه غريبه جدا. في اي مخاطر على الجسم لا. الانسان او صحته من ان الوقت ده بيكون بقاله فتره طويله بقاله ما يزيد عن 12 ساعه من وقت اذان الفجر لحد بعد ما يعني ما يتخطى اذان العصر وبعدين يلعب ساعه رياضه مثلا في الوقت اللي بيسبق الفطار؟ هو طبعا هل ده في اي مخاطر صحيه؟ هو يعني انا انصح برضو ان ما تبقاش عمليه تنافسيه جامده او ان انا ابذل جهد مضاعف احاول مش رياضه عنيفه مش رياضه عنيفه يعني العب تنس العب جوجنج الجري الخفيف جري خفيف ما تبقاش طبعا حاجه عنيفه جدا. فعلا زي ما انت بتقول يعني كل ال 12 ساعه دول انا صايم فيهم والميه والاكل لازم يحصل تاثير، ولكن انا بنصح ان هو ياخد عمليه هداوه كده وبالراحه علشان يقدر يستفيد من الرياضه ويستفيد بالصيام من غير تحميل مبالغ فيه من غير تحميل مبالغ فيه. لكن لو بيلعب رياضه في اوقات بعد الهضم بوقت كافي بعد الفطار بيمارس بقى الرياضه حتى لو رياضه ممكن عنيفه بدليل ان دخلوا طبعا بدليل ان في رمضان بيبقى في ماتشات بعد الفطار، فالماتشات اللي بعد الفطار بيكون الجسم هضم ويكون استريح وكل الحاجات. دكتور عمرو هنختتم النهارده التقارير الماده المصوره كتيره اعدها زملائنا في فريق الاعداد اسره التحرير والاعداد في القناه وفي البرنامج طبعا في الاهلي يحاول، هنختتم بهذا التقرير اللي بيعرض تكريم منطقه القاهره لفريق الناشئين احد فرق الناشئين او احد فرق قطاع الناشئين في النادي الاهلي. بعد ما خدنا البطوله وبعد تعب سنه كامله وبعد فتره اعداد وسفر وسفر لماتشات بره القاهره وماتشات صعبه وتحت ضغط وكله طبعا عشان تاخد البطوله دي وتتكرم قدام احسن لعيبه في مصر، ده طبعا الفرق يعني عشان الاحساس اللي احنا بناخده ده طبعا احساس كويس قوي، ويعني دي طبعا حاجه تشرفنا كلنا، تشرف اي حد اهلاوي او اي حد بيلعب في الاهلي. كابتن مصطفى فرق معانا كتير، يعني كابتن مصطفى قدوه بالنسبه لنا كبني ادم أو قبل ما يبقى كمدرب وقبل ما يبقى جون، لان هو كبني ادم شخصيه نظيفه جدا 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 وشخصيه محترمه وشخصيه بتحبنا فعلا فعلا زي اولاده، يعني مش كلامه وخلاص، وطبعا ربنا يكرمه في سموحه ان شاء الله درجه اولى. وهيوحشنا فعلا يعني عشان هو راجل محترم ومدرب عالمي. انت لو هتتعب ربنا هيكرمنا، تعبنا فعلا السنه دي تعبنا جامد وربنا كرمنا، خدنا البطوله بدون هزيمه وفرق اكتر من 25 نقطه، وده طبعا يعني شرف لاي حد ان هو يبقى في المكان ده. حاجه كبيره طبعا، وبشكر اتحاد الكوره ان هو بيدعمنا الميداليه دي ايا كان يعني وانا مفتخر طبعا ان انا واخد ميداليه وبلعب في النادي الاهلي. طبعا لعبت 27 ماتش وجبت 3 اجوان والحمد لله الاداء كان مستوى كان كويس الحمد لله، واديت بشكل كويس الحمد لله. بلعب باك يمين وساعات الكابتن بيحتاجني اوف رايت، مثلا الاعلى طبعا كابتن احمد فتحي
بستفاد منه بحاجة كبيرة يعني. كابتن أحمد فتحي في ارتداد وفي التغطية العكسية فبستفاد منه يعني. وكابتن أحمد فتحي كابتن طبعا عالمي طبعا، أكيد طبعا مفتخر ومبسوط طبعا. اتحاد الكرة بيقدرنا وإحنا تعبنا عشان نوصل لبطولة الجمهورية طبعا، حاجة كبيرة يعني ليا. موسم شاق جدا، تعبنا كتير وموسم طويل جدا، بس الحمد لله ربنا كافئنا في الآخر بالبطولة دي. رابع بطولة ليا مع النادي الأهلي. تكريم النهاردة غير كل تكريم الصراحة يعني، في اهتمام كبير من قبل اتحاد الكرة، أول مرة تتعمل من قبل اتحاد الكرة، كانت دايما بتبقى من المنطقة. النهاردة طبعا تكريم على مستوى عالي الحمد لله، وكان متواجد كابتن مجدي عبد الغني يعني. بلعب ديفندر وبلاي ميكر. أنا طبعا في المركز الديفندر كان مثل أعلى كان كابتن حسام غالي. في المستوى العالمي طبعا إنيستا في المركز بتاعي. وبالنسبة بقى للعب اللي نفسي إن شاء الله أحقق الإنجازات اللي عملها أو أوصل لمستوى طبعا كابتن محمد صلاح. طبعا بص حرك الماتشات كلها، الفرق كلها فرق محترمة جدا، الماتشات كلها صعبة. ممكن في ماتشات تلاقيها اللي يعني مثلا ماتش دجله اللي خدنا فيه البطوله ده تلاقيه طبعا كان اصعب المباريات. مباراه الزمالك كانت مباراه صعبه جدا، بس الحمد لله يعني. طبعا احساس جميل جدا يعني، الواحد لما يحس ان هو اجتهد وبعد كده في نتيجه لاجتهاده ده وكسب البطوله، ده طبعا احساس كويس. وطبعا يعني احنا اجتهدنا من فتره الاعداد لحد اخر ماتش في الموسم، انا وزمايلي والجهاز الفني ما قصرش معانا في حاجه، كابتن شرف وكابتن اسحاق وكابتن مصطفى فتحي ودكتور عمرو ابو المجد الله انسى حد، بس هو يعني ما حدش قصر معانا خالص. انا تقريبا لعبت 25 ماتش، وبعد كده باقي كان في ماتشات متصاعد مع 99، وكان في ماتشات كان عندي فيها اصابه. يعني من الماتشات الصعبة اللي احنا قابلناها كان ممكن نقول ماتش دجلة اللي احنا خدنا فيه بطولة، كان هو هي دجلة فرقة منظمة، وكمان ملعب دجلة ملعب ضيق وصعب، كان صعب ان احنا نقدر نلعب عليه طريقة لعبنا، بس احنا الحمد لله يعني قدرنا نلعب طريقة لعبنا. وكمان كانت صعوبته ان هم كانوا بيجيبوا فينا جون ونعوض، لحد ما في الاخر الحمد لله قدرنا نخرج بالنقطة اللي جابت لنا البطولة. ده الطبيعي ان احنا في النادي الاهلي، وده الطبيعي طبعا يعني مش حاجة جديدة، طبيعي جدا ان احنا صعب مركز اول حارزين على البطوله، ده الطبيعي بتاعنا يعني، مش حاجه جديده، مش شعور جديد يعني، حاجه مش حاجه مختلفه زي بقيه الناس. طبعا تعود ان احنا اصحاب بطولات دايما، والحمد لله يعني دايما. بطوله الجمهوريه عامه صعبه جدا، لانك انت بتقابل كل الفرق الدوري الممتاز، بتسافر معسكرات وتلعب هنا وضغط مباريات وفرق جامده يعني. فالحمد لله احنا اتعاملنا الماتشات كل ماتش بماتش، وده اللي التعليمات اللي كان الجهاز بيديها لنا، ان احنا ناخد كل ماتش بماتش وما نفكرش في حاجه في اللي راح يعني، اللي خلاص صفحه وفناها، واللي بعد كده بنفكر كل ماتش بماتش. بس اقل من نص بحاجات بسيطه مش مركز فيها بصراحه، بس برضه يعني كفايه ان الواحد لابس تيشيرت النادي الاهلي وبيدافع عن النادي الاهلي، والحمد لله طبعا حاجة مبسوط جدا، حتى لو ما لعبتش الا ماتش او ماتشين، دي حاجة بالنسبة لي فخر كبير جدا يعني. اعتقد انه كان افضل ختام او مسك الختام لهذا الحوار ولهذه الحلقة من حلقات الاهلي يحاول. شفنا تكريم منطقة القاهرة في الاتحاد المصري لكرة القدم، كابتن مجدي عبد الغني والكابتن فوزي سكوتي كانوا على رأس من يقوموا بتكريم نجوم والجهاز الفني لهذا الفريق، اللي قال عنه خلال هذا الحوار، قال عنه الدكتور عمرو انه فريق نموذجي من فرق الناشئين في النادي الاهلي، 17 سنة او مواليد 2001 وفازوا ببطولة الجمهورية، وكان هذا التكريم. كلمة أخيرة من حضرتك دكتور عمرو في ختام هذا الحوار، حابب تقولها لأعضاء وجماهير النادي الأهلي، لأولياء أمور الأبطال والنجوم اللي بيحققوا لنا هذه النتائج، أو لكل المتابعين بشكل عام. أولا كلمة للجماهير، أنا بقول لهم إن أنا بطمنكم جدا على مستقبل النادي الأهلي، يعني إن شاء الله أعوام قليلة هتتغير الخريطة، وهتلاقي كل فرق النادي الأهلي بإذن الله فرق قوية، فرق منظمة، فرق بتكسب بطولات، فرق فيها ولاء وحب للنادي الأهلي، وينعكس هذا على الفريق الأول. إن أنا أأمل خلال من 3-4 سنين هيبقى الفريق الأول فيه 85% من أولاده.
ان شاء الله. طبعا لازم كمان نتذكر اننا نوجه الشكر للكابتن محمد شرف، شفناه في التقرير وهو المدير الفني لهذا الفريق مواليد 2001، الفريق اللي عمره النهارده 17 سنه من فرق كره القدم في النادي الاهلي، هو المدير الفني لهذا الفريق وهو واحد من العناصر اللي اشاد بيها في قطاع الناشئين الدكتور عمرو ابو المجد، وقال انه من افضل العناصر المؤهله لزياده كفاءتها وخبراتها التدريبيه في الفتره القادمه. احنا سعداء جدا بوجود حضرتك معانا مره ثانيه، كل سنه وحضرتك طيب، ومبروك النجاحات اللي بتتحقق، وان شاء الله نشهد مزيد من الانجازات في الفتره الجايه ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جدا وجود حضرتك معانا النهارده في الاهلي يحاور، الدكتور عمرو ابو المجد رئيس قطاع الناشئين في النادي الاهلي، شكرا جزيلا لك. اشكرك كابتن محمد. مشاهدينا وصلنا لنهايه هذه الحلقه، بشكر حضراتكم على المتابعه وكل سنه وحضراتكم طيبين، شكرا لحضراتكم والى اللقاء.